اوكي، السلام عليكم جميعا. دي ان شاء الله المحاضره رقم 6 في الكورس بتاع او سلسله المحاضرات بتاعه الكونستراكشن كورس استيميتنج اناليسيس. النهارده دلوقتي هبدا اتكلم على الماتيريال كوست والسب كونستراكتور كوست. زي ما احنا اتفقنا في يعني في البلان اللي احنا عاوزين نمشي عليها، ان احنا عندنا استيميتنج واناليسيس. الجزء بتاع الاستيميتنج اتكلم عندنا الرف وعندنا الديتيلد، في الديتيل ليبر اكويبمنت ماتيريال وسب كونتراكتور، وبعد كده بعض التطبيقات. فاحنا النهارده ان شاء الله او في الحته دي ان شاء الله هنخلص كل الديتيل استيميت. فاحنا هنا يعني خلاص بالجزء باللي احنا هنعمله دلوقتي احنا كده هنخلص الدايركت كوست. زي ما احنا قلنا الدايركت كوست فيها الماتيريال والاكويبمنت والليبر والسب كونتراكتور كوست. بمجرد ان انا يعني خلاص احنا اتكلمنا في الليبر الاول، بعد كده اتكلمنا في الاكويبمنت، ودلوقتي هتكلم في الماتيريال والسب كونتراكتور. بكده انت معاك كل الدايركت كوست، تقدر تحسبها بشكل طبيعي جدا وبشكل دقيق يعني قدر المستطاع. تمام، فنبدا بالماتيريال كوست. الماتيريال كوست لما انت بتتكلم عليها انت بتتكلم عن كميه مضروبه في سعر الوحده، سواء بقى بالمتر المكعب، المتر المربع، المتر المسطح، ايا كان. ففي النهايه الكميه دي اللي هي بتجيبها من الحصر بتاعك. ممكن يعني بشكل منفصل بعد كده لو هنعمل مثلا حاجه مثلا ليها علاقه بالحصر، بس هي تبقى مور يعني ابلكيشنز وكلام من ان عيب يعني هطلع اقول يعني مساحه المربع كذا ومساحه الدائره كذا والقواعد المسلحه تحسب المستطيل ده والمستطيل ده، يعني كلام ما يصحش قوي. ف فساعتها تبقى هي مور يعني على الابلكيشنز والكلام، بس دي تبقى حاجه منفصله يعني. بس فهي مبدئيا فانت الكميه عندك هي بتبقى الكميه اللي انت بتجيبها من الحصر، وبتزود عليها السولفج او الويست اللي هي في النهايه انت عندك مثلا هوالك انت مثلا في الشغل بتاعك. مثلا انت عارف مثلا في الخرسانات مثلا في شغلنا احنا وبطريقتنا احنا مثلا لو احنا شغالين من غير بامب مثلا بتبقى الهوالك كذا في المية، بينما لو شغالين ببامب مثلا بتبقى الهوالك كذا في المية. طيب بجيب الهوالك منين؟ ممكن بجيبها من الموردين، بيبقى عندهم داتا. يعني هو في العادي يقول لك الماده دي مثلا الهلك بتاعها كذا، البلاط مثلا مش عارف ايه الطوب الهلك بتاعه كذا في المية. انت بتزود مثلا لو طوب مثلا بتزود مثلا كم كذا نسبه في الميه مثلا او كم الف طوبه لو انت بتستعمل حاجه كبيره، عشان انت عارف ان فيها هوالك هتتكسر في النص والنقل او الكلام ده. او من الداتا بيز بتاعتك انت عارف والله ان الهوالك بتاعتي في الغالب بتبقى كذا. فده بالنسبه للكميه الكوانتيتي بتاعتي. تاني حاجه هي ماتيريال ريت. فالريت اللي هو السعر يا اما بتجيبه من السبلاير بتاعك اللي هو بيورد لك المواد الخام، يا اما عندك لو في داتا افيلابل زي مثلا في مصر مثلا اللي هي مثلا بتاعت المركز الاحصائي بينزل بتاعه اللي هي الاسعار المواد، في نشره دوريه بتاعه اسعار مواد البناء والكلام ده. او لو انت هتشتغل مثلا في حاجه مثلا زي مثلا في الار اس مينز، اللي مركزين على الار اس مينز هنا مثلا هتلاقي مثلا في البيلدنج كونستراكشن كوست هتلاقي الكلام ده. او انت عندك داتا بيز برضه بيتعمل لها ابديت، ولكن يعني دي ممكن من الحالات النادره اللي لا يعني السبلاير ممكن يغلب الداتا بيز، ساعتها يبقى هو اكثر دقه. انت عاوز حاجه اب تو ديت بسعر النهارده الكلام من ده، فده اللي هيديلك احسن السبلاير بتاع المورد بتاعك. انت في انت كده كده هتشتري منه، فانت بتساله انت هتبيع لي دي بكام، ومجرد ما تعرفه هيبيع لك دي بكام خلاص. تمام، الماتيريال كوست بتتكون من كذا حاجه. بتتكون من الاكوزيشن او الاستحواذ اللي هو يعني انا اشتريت، وبعد كده الشيبنج اللي هو النقل بتاعها اللي هو من مكان الشراء او من المخازن بتاعت اللي بيبيع الى المكان اللي انت عاوز تعمل فيه المواد بتاعتك. بعد كده الهاندلنج اللي هو تنزيل المواد الخام من على العربيات النقل والكلام ده. ممكن اي واحده من الثلاثه دول عشان تبقى فاميليار مع المصطلح اللي هي البيرتشيس كوست. ده يبقى على حسب الكوتا اللي بتجي لك من السبلاير بتاعك او المورد، بيبقى على حسب. هو بيقول لك والله انا ببيع لك كذا، بس ده على الارض. لو مثلا لو هنتكلم مثلا بلغه السوق اللي يقول لك على الارض اللي هو ينزلها لك على الارض، ولا انت ده في سعر المخازن ولا سعر النقل وانت اللي تنزل البضاعه الكلام ده. ممكن اي واحده من الثلاثه تبقى هي البيرتشيس كوست على حسب الاتفاق بتاعك. بعد كده الاستورج، انت هتشون الحاجه بتاعتك فين او هتخزن المواد بتاعتك فين. وبعد كده المواد دي هتقعد فتره، محتاج اللي هي بقى تكاليف الناس اللي هي بتعمل مثلا انسبكشن تتاكد ان الحاجه ما اتضررتش كلام من ده. وفي الاخر لو في ضرائب هتدفعها على حسب انت الايكونوميك سيستم اللي انت شغال فيه شكله ايه. الماتيريال اكوزيشن كوست والشيبنج وبعض الاحيان الهولينج الهاندلنج بتجيبها من السبلاير، وفي النهايه المورد بيقول لك والله الاسعار كذا. بينما الجزء بتاع الاستورج والانسبكشن والتاكسس دي ده شغلك انت، دي بتاعتك انت، فدي بتجيبها من الداتا بيز بتاعتك او الاكسبيرينس اللي عندك في الشغل بتاعك. خد في اعتبارك ان
ساعات بتحتاج تظبط الكميات بتاعتك على حسب الباكجينج. يعني ساعات مثلا انت بتقول مثلا انا مثلا محتاج مثلا كذا متر مسطح مباني، وبتحولها بالالف طوبه مثلا. بس خلي بالك ممكن يكون اصلا التوريد مثلا هو مثلا ما بيشتغلش بيونتس مثلا اقل مثلا من 500 طوبه او كلام من ده، فانت في النهايه مجبر بيونتس. ممكن بتبان اكتر في يعني في السكيل الاقل لو انت بتعمل حاجه صغيره، يعني حاجه مثلا محتاجه مثلا مثلا الناس اللي هي مثلا بتاعت لما بتزرع مثلا سيخ حديد كلام من ده. في النهايه الزرع ده بيجي بالباكج، فانت في النهايه مثلا لما بتستعمل مثلا المواد الكيماويه مثلا فبتبقى بالتيوب او بالجيركل او وات ايفر. فانت في النهايه ممكن تكون اصلا محتاج تزرع سيخ واحد، فهو مش محتاج يعني غير حاجه صغيره، بس انت في النهايه مضطر تشتري كل الباكج عشان تعرف تستعمله. يعني خد في اعتبارك موضوع الباكجينج ده بالذات لو انت يعني حاجه صغيره بتاثر. خد في اعتبارك الكوتا، يعني اقرا الكوتا كويس وافهم يعني السبلاير او المورد قايل لك ايه بالظبط. انها هتفرق مثلا في السعر، اللي هو مثلا حته مثلا هل مثلا السعر ده البيع بس ولا البيع والنقل ولا البيع والنقل والتنزيل وهكذا، عشان ما تلاقيش نفسك بعد كده ان في غلطه حصلت وتلاقي نفسك بتدفع اكتر. وفي بعض الاحيان السبلاير ممكن هو كمان يعرض عليك ان هو ينزل لك المواد الخام. فتاني فزي ما قلنا الهاندلنج ممكن تكون عليه، يعني ممكن تجي من عندك انت ومن عند السبلاير. تمام، ده كده يعني الماتيريال ما فيهاش حاجه تانية تتقال. يعني ممكن يتقال اكتر في الجزء بتاع اللي هو ازاي بقى تحصر الكميات بتاعته والكلام ده، بس ده يعني ده ممكن يبقى كورس مختلف. طيب السب كونتراكتور، السب كونتراكتور برضه بسيط، اللي هو في النهايه انت بتاخد، هو بتقول لحد تعالى اعمل لي الحاجه دي، هيقول لك انا هعملها لك بالسعر الفلاني. فانت في النهايه السورس بتاعك الرئيسي هيبقى السب كونتراكتور، يقول لك بكام. طيب السب كونتراكتور كوست يعني بتبقى فيها حاجتين، البالك الكبيره او الجزء الاكبر بيبقى اللي هو البرايس بتاع السب كونتراكتور، ان هو يقول لك انا هعمل لك دي بكذا. بتزود عليه لو انت مثلا في مثلا حاجه اجراءات فلوس مثلا عشان الفلوس بتاعت الاجراءات التعاقديه بينك وبين السب كونتراكتور، انت في النهايه بقى بينك وبينه عقد. هي زي يعني كانك بزي عامله زي العقد ما بين المالك والمقاول، في برضه عقد بين المقاول والمقاول الباطن، بس يعني كانك انت بقيت المره دي المالك وهو المقاول الباطن ده بقى هو المقاول، هي نفس الفكره. وهو في النهايه تكلفه العقد والكلام ده انت هتزودها على التكلفه بتاعتك. فهي العلاقه اللي ما بينكم هي علاقه تعاقديه عاديه جدا، بتخضع اللي هي كل الحاجات زي البرايسنج ميكانيزمز، يعني مثلا هتبقى لام سام ولا فيكس برايس، هتبقى يونت برايس سعر الوحده كام، ولا هي مجرد كوست بلس فيز. ففي النهايه احنا بنزود، هو بياخد نسبه على الكوست وخلاص. هينطبق عليها نفس العلاقه بتاعت انه نوع احسن في اثناء التعاقد، لو في اول المشروع فهيبقى في احسن، ممكن بنتكلم على ما اللام صام، لو لا في الاخر فاحنا انا اسف لو في الاول هتبقى اكتر يعني النسبه ان لسه ما فيش ديزاينات قوي خلصت، لو لا الديزاين خلصت وفي شغل شغال كلام من ده. فنفس اللي احنا قلناه بالظبط في موضوع العقد ما بين المالك والمقاول هينطبق على العقد ما بين المقاول والمقاول الباطن. تمام، يمكن دي علاقه ظريفه يعني بتلخص اشكال العقود، هي نفس ما بين المالك والمقاول، او ممكن تشيل المالك وتحط المقاول وتشيل المقاول وتحط المقاول الباطن، هي بالظبط. فدي بتوريك يعني علاقه الريسك مين اللي بيشيله على حسب الكونتراكت تايب. فمثلا اللي هو فلو ليبل او لو ليبل اور كونتراكت، اللي هي يعني دي اللي هي يعني تعتبر صفر ريسك على المقاول، او اولموست يعني اقل ريسك على المقاول. ليه؟ انا خلاص انا هشتغل بالسعر، حجم الشغل كذا مش فارق معايا، انتاجيتي كذا انا هشتغل براحتي، انتاجيتي انا سريع انا بطيء، انا مش هشيل ريسك. مين كله هيشيل الريسك ده كله؟ المالك. هو في النهايه لو انا اللي بطيء هو اللي هيدفع اكتر، لو الكميات اتغيرت هو اللي هيدفع الفرق، انا ماليش دعوه بالكلام ده كله. لا، وتفضل تتدرج لحد يبقى فيكس برايس، خلاص هو هي دي هتتعمل بكذا، انا ماليش دعوه باي حاجه. فساعتها انت كمقاول انت اللي شايل الريسك كله. وتاني نفس الكلام، شيل مقاول حط مقاول باطن، وشيل مالك وحط مقاول، هي فدي نفس التعاقد، هي نفس علاقه التعاقد بالظبط، نفس البيهيفير بتاع شكل العقد، طريقه الدفع والكلام ده كله. تمام، بكده نكون خلصنا برضو الجزء بتاع السب كونتراكتور، ان هو تاني ما فيش حاجه فيها هتتقال قوي، هو مجرد علاقه بلاش علاقات تعاقديه، ولو في شويه كوست بتاعت التعاقد الزياده، غير كده الكلام كله انت هيجي لك يعني
بالك من الكوست بيقولها لك والله ال مقاول البطل، سواء شكل البالك دي ان هي لام سام او ان هي مثلا سعر وحده او الكلام ده. والتعاقد بتاعك هيبقى يعني ازاي هتدفع له، ده هنتكلم عليه في الجزء بتاع الفاينانس. لو انا ازاي بقى كمقاول ادفع للملك، ان انا اسف ادفع للمقاول البطل، هل مثلا استنى لحد مثلا لما الملك يدفع لي وادي له ساعتها، ولا لازم ادفع له اول باول؟ فده برضو جزء تعاقدي عادي جدا، وهنتكلم عليه اكتر في الجزء بتاع الفاينانس. تمام، فكده احنا نكون خلصنا موضوع بتاع الدايركت كوست، كده غطينا الاربع اجزاء بتوع الدايركت كوست. بيبقى شكلها عامل ازاي في الغالب؟ لو انت شغال بتعمل حاجه اسمها السمري شيت بتاعتك، فانت والله عندك الكوست كود بتاع الاكتيفيتي ده، هو مثلا ليه كود معين، ده مش اي كود وخلاص، لا بيبقى ليه كودنج وليه سيستم. يعني انت مثلا لو شغال مثلا بنظام مثلا في العقود معين، بتتابع مثلا الكودز بتاعته، لو انت مثلا شغال ب سيستم بتاع كوستنج معين بتتابع الكودز بتاعته، هو مش يعني، او انت عندك سيستم في الشركه بتتابع الكود بتاعه. بتوصف بعد كده الورك تايب بتاعي كذا، اليونت بتاعتي الوحدات قد ايه، واسف الكوانتيتي بتاعتي قد ايه، الكميات قد ايه، وفي النهايه اليونت اللي هي الكميه دي متر مكعب متر مسطح. يعني انا مثلا ده عشان شغلي في امريكا فهو بالقدم المربع سكوير فيت. وتحط حساباتك بشكل تفصيلي في الجزء بتاع الكالكوليشنز. في النهايه بتقول والله مثلا دي هنا مثلا انا ما عنديش مثلا غير ليبر وماتيريال، بتقول والله الليبر كذا ومتر الليبر بيقف. يعني هنا انت تكلفه الليبر عندك هي كانت بالمتر المربع، يعني دي بحتاج دولار 96 سنت عشان اعمل متر مربع واحد بالعمالة، بس بتضرب الرقم في الرقم. نفس الكلام بالنسبه للماتيريال، لو في اكويبمنت نفس الكلام، هي مثلا اكويبمنت مثلا محتاجها 3 ايام، بتقول والله 3 بتكلفه اللي هو ال 50 طن كرين، فبتضرب 3 8 ساعات اللي هي 8 اللي هي 8 ساعات في اليوم، هو يشتغل 8 ساعات في العادي، لو في اكسترا بتزود وبتاخد في اعتبارك ان الاكسترا اورز ممكن تبقى اكتر من الساعات العاديه، تضرب في تكلفه الساعه وهكذا. خلصت الكلام ده تبدا ترص الكوست بتاعتك، بتقول والله الدايركت كذا، الليبر بتاعتك دايركت كذا، اندايركت كذا، في ناس بتخليها ليبر وخلاص، الاكويبمنت كذا، الماتيريال كذا، لو في سب كونتراكتور واضح ان هنا كانش في سب كونتراكتور اصلا فما تعملوش خانه، لو في سب كونتراكتور هتحطه وتحط في اخر رقم بتاعه، بحيث في النهايه تقول والله التوتال كوست كذا بتاعت الاكتيفيتي ده، وبتجمع عادي جدا. فدي كده اللي هي السمري شيت بتاعت الحسابات. محدش محتاج ان هو بقى يشوف الحسابات الدقيقه بتاعتك وانت قاعد تحسب، مثلا لو انت مثلا بتحسب مثلا كميات مثلا، محدش يقول مش حدش هيشوف المربع مجموع المربعات و كام قاعدة نموذج كام مضروبة في عددها والكلام ده، لا يعني انت في النهاية بتحط الرقم. بعد كده في بقى اللي هي الحاجات التانية دي اللي تبقى الدرافتس بتاعتك اللي بتحسب فيها، دي قصة تانية، بس ده اللي هو السمري شيت اللي نقدر نحن نعمله تراكنج ونراجع منه بشكل اسهل. تمام، بكده يعني احنا خلصنا الجزئية دي وخلصنا الجزئية بتاعت الكوست. ايه اللي ممكن يتبقى لنا؟ اللي هو الجزء بتاع اليونيك اكتيفيتيز. يعني مثلا لو احنا مثلا هنتكلم مثلا حاجة مثلا زي الايرث وورك مثلا، وان انت مثلا ازاي بتحسب دوره الانتاجيه بتاعه الحفار. يعني مثلا عشان لو مثلا انتوا ازاي مثلا تقول مثلا الحفار ده مثلا بينتج او بيحفر كام متر مكعب في اليوم او في الساعه، بتحسبها ازاي؟ بتحسب التشويق النقل بتاع الحفر ده، هل هو يعني لو هيتحمل العربيه بتحسبه ازاي الكلام ده. لو الكونكريت ستراكشرز مثلا هنتكلم مثلا على ازاي بتحسب لها الكوست بتاعتها وايه الحاجات، بالذات مثلا حاجه زي الكونكريت ستراكشر الماتيريال كوست بتاعتها بتبقى متقسمه على كذا مره مش مره واحده. يعني ايه؟ يعني انت مثلا الخشب بتاعك مثلا مش او الشداد بتاعتك سواء خشب او حديد او الومنيوم او اي او فايبرز ايا كان، مش هتستعملها مره وترميها، لا بتستعملها اكتر من مره. طب ازاي افهم ازاي توزيعه الكوست ما بين المرات اللي بستعملها والكلام ده. فكل اكتيفيتي في كثير من الاحيان ممكن يكون ليه يعني حاجات يونيك خاصه بيه، وليه يعني اكسترا كالكوليشنز خاصه بيه. فدي يعني لما نخلص ان شاء الله لو متبقي وقت ممكن ابقى اغطي بعض الحالات دي يعني الخاصه. بس وبكده نكون خلصنا الجزئيه دي، واللي عنده سؤال يتفضل. جزاكم الله خير يا دكتور. ريت اللي عنده اي سؤال بس يعمل راس هاند. عايزكم بس تعلوا صوتكم عشان مشكله الصوت اللي عندي دي. تمام. لو اي حد عنده سؤال في الكوست استيميتنج يا ريت يعمل راس هاند.
الحمد لله، مفيش أي أسئلة النهاردة. في باشمهندسة نجوى. لا النهارده هو لسه النهارده في شويه بس ماشي. اه تمام. في أي حد عنده أسئلة؟ آه، في باشمهندسة بتاعي بتقول لك الموضوع فعلا ثقيل والدكتور بيحاول يبسطه ويركز في كل محاضرة على نقاط معينة. شكرا لحضرتك يا دكتور. لا تاني معلش ولا صوتك انا اسف. طيب، باشمهندسة بتهال بتقول الموضوع فعلا ثقيل والدكتور بيحاول يبسطه ويركز في كل محاضرة على نقاط معينة. شكرا لحضرتك يا دكتور. دي باشمهندسة بتهال. في العفو. سعد ستار. طيب، في سؤال بيقول هل هناك ستاندرد معين او نظام معين بيحدد النسبة اللي بياخدها المقاول بالباطن من المشروع؟ هل في ستاندرد معين او نظام معين بيحدد النسبة اللي المقاول بالباطن بياخدها من المشروع؟ اللي هو قصدك كميه الشغل يعني؟ لا ودي هنخش لها اكتر يعني. هي في النهايه بص يعني هي في النهايه انت في النهايه انت هدفك في الحياه كلها الربح. انت في النهايه انت بتحاول تماكسمايز الربح. في ممكن يكون في بعض الحاجات التعقديه فايا كان الستاندرد ده لو هنتكلم على حاجه مش قانونيه يعني حاجه اللي هي يعني ستاندرد اللي هو يعني تكنيكال فانت في النهايه وات ايفر اللي هيزود لك الربح يبقى احسن بالنسبه لك. فدي يعني هنتكلم فيها لما محاضره الفاينانس المفروض هتبقى اللي هي الجايه فهنوضح وهيبان قوي الفكره يعني انا امتى محتاج مقاول باطن وامتى المقاول الباطن ده هيساعدني ويكون احسن. المقاول الباطن ليه مزايا وليه عيوب. ليه مزايا بيشيل عنك شغل في النهايه بتحول جزء من الكوست والريسك بتاع الكوست عليه وهنتكلم عليها بالظبط المره الجايه بالظبط. بس في نفس الوقت المقاول الباطن ده بياخد ربح. طب الربح ده انت كنت هتاخده وهكذا. فهتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل المره الجايه ان شاء الله. بس اظن دي اجابه صغيره مبدئيا. تمام. في برضه سؤال، هل يمكن للمقاول تسليم كل المشروع لمقاول بالباطن؟ يعني ياخد المشروع ويديه لواحد تاني. ما هي طب انت كده بقيت كونستراكشن مانجر ما ده من الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها من الاول يعني انواع العقود. في انت كده بقيت اللي هي شركه كونستراكشن مانجر ما بقتش مقاول تمام. ما نفذتش حاجه. كده اتكلمنا على العقود في قلنا في حاجه اسمها كونستراكشن مانجمنت كونتراكت اللي هو في النهايه انت كمالك بتتعاقد مع شركه كونستراكشن مانجمنت وهي اللي بتقوم بالموضوع. شركه كونستراكشن مانجمنت دي هي بتجيب مقاولين ينفذوا هي بس بتصرف على الموضوع. فهي ممكن تكون حاجه حلوه بس في النهايه برضو مش حلوه قوي للاونر ان انت دلوقتي انت عاوز تكسب وبرضو المقاول عاوز يكسب. ففي النهايه بقى في يعني مارجن زياده بتزود. فده يعني انت ممكن تكون امنيه حياتك كده ان انت في النهايه انت قاعد في البيت ومجرد بس يعني بتمشي الناس وما عندكش اسيتس ولا اي حاجه اللي هي زيرو اسيتس لو انا ما عنديش اي اسيت بشتغل عليه زي مثلا اللي هي مثلا شركه اوبر مثلا ده حلم حياتك. انا ما بمتلكش ولا عربيه وفي نفس الوقت انا ماشي عندي ملايين العربيات. بس في النهايه لو هنتكلم على منافسه وفي سوق الكونستراكشن والكلام ده ما هو ده في النهايه بيحط اوفر هيد عالي عليك. انت في النهايه انت محتاج تكسب المقاولين وتكسب انت كمان. دي حاله ممكن تكون ايديال انا من غير اي اسيتس وبلم فلوس. بس هل ده يعني المور كومبيتيتيف؟ هنتكلم عليها برضه في الفاينانس المحاضره الجايه ان شاء الله. هو انا كنت شغال في شركه كبيره حضرتك عارفها موجوده في قطر، يعني حضرتك عارفها بالاسم. يعني كان هي ليها يعني علاقات، فكانت بتاخد مشاريع اكتر من حجمها، فكانت بتاخد تعمل بعض المشاريع، وفي بعض المشاريع بتديها 100% لمقاولين من الباطن. جميل. في شركه في قطر انا كنت شغال فيها، هي قدرت تاخد مثلا 20 مشروع لان ليها علاقات قويه. تمام. فكان بيعمل مثلا 10 مشاريع، وال10 مشاريع التانية يديها المقاول من الباطن 100%. طيب هل انت بصيت على البرايسنج بتاعهم؟ يعني في النهايه هو كسب كام في المشاريع اللي هو عملها ممكن والمشاريع اللي عملها كونتراكتنج؟ هل كسب نفس المكسب ولا لا؟ ولو كسب نفس المكسب هل عشان خاطر هو زود الاسعار في اللي عمله سب كونتراكتنج ولا عمل ايه بالظبط؟ هي دي يعني هي اللعبه في الحته دي. تمام. ان هو بالذات حسب كلامك الموضوع ما كانش يعني تعاقد تنافسي قوي يعني. فكان في تقريبا. ترسيب. دي قصه ثانيه. طيب، دكتور ابراهيم. دكتور ابراهيم اتفضل. سنة دكتور ابراهيم، معلش الصوت. اتفضل. السلام عليكم يا دكتور. عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيك، ازاي سعادتك؟ عامل ايه؟ الحمد لله. كنت بتكلم، معرفش اذا كانت في المحاضره دي او اللي فاتت، كنت بك عاوز يعني تشير لموضوع
الريسك اناليسيس كوست بالنسبه للكوانتيتي ريسك والكوست ريسك بصفه عامه في بعض الايتمز، فهل حضرتك اتكلمت عليها ولا لسه جايه معاده قدام؟ الريسك انا مش الريسك ده كورس منفصل تماما، انا ممكن هجيب سيرته بس كوست الريسك اتكلم على الريسك. حضرتك عارف يعني كريسك في المانج ريسك، الريسك له انواع كتير في دوره حتى المشروع عندنا، لكن طبعا. في الموضوع بتاع الكوست استيميشن بالذات اللي هو الريسك اناليسيس استيميشن او الريسك اناليسيس كوست او الريسك ايه كوست او الكوانتيتي ريسك واتفر كله بقى مع البرسنتج ويت اللي حضرتك عارفها واللي بنشتغل عليها الاستراكشر بتاعتها. تمام. لا انا ما اتكلمتش على الجزء ده لسه. لسه يعني انا افتكرت بس ان المحاضره اللي مرت كنت ما اظنش ان هتكلم عنه الامان، يعني هجيب سيرته كده بشكل سريع، انما موضوع الريسك مانجمنت ده قصه مختلفين، سواء بقى هيتطرق للجزء بتاع الابلكيشن بتاعته في موضوع الكوست او البلاننج او العقود او الكلام ده، بس هجيب سيرته يعني في الجزء اللي جاي دلوقتي. تسلم سعادتك، الله يبارك فيك. تحت امرك. تمام يا دكتور، احنا كده خلصنا الاسئله. نعم. تمام كده الاسئله خلصت الحمد لله. طيب تمام. كده احنا خلصنا الجزئيه اللي خاصه بالكوست. خش في الجزئيه اللي بعدها، انا عارف الموضوع ممكن يكون لخبط الناس شويه وحاسوا ان احنا يعني خلصنا بدري قوي، بس لسه ما خلصناش. انا بس يعني حبيت افصل ما بين ده وما بين ده. تمام. فاحنا كده اتكلمنا على الجزء بتاع اللي هو كل ما يتعلق بالدايركت كوست. كده خلصناه. نبدا نتكلم على التوتال كوست بتاعتي بقى، وهنتكلم على الاوفر هيدز، وهنتكلم على البروفيت دلوقتي. تمام. فنرجع تاني للخريطه بتاعتنا كده. نظريا احنا يعني خلصنا ما يتعلق بالاستيميتنج، ناقص لنا بس لو هندي الامثله اللي هي بتاعت الكيسز بتاعته، اذروايز احنا خلصنا كده. هنبدا نخش في الجزء بتاع الاناليسيس من دلوقتي. فهنتكلم مثلا اذا ازاي بتعمل الريكاب شيت بتاعك، وهنغطي كمان الحته بتاعت البروفيت بتاعتك. فدلوقتي احنا كله احمر اهو، يعني دلوقتي هنتكلم على كل حاجه بقى. خلاص احنا المره دي خلصنا لحد الدايركت كوست، دلوقتي هنتكلم على الاندايركت كوست والجوب اوفر هيد والاوفيس اوفر هيد، وهنتكلم على المكونات بتاعت الجوب اوفر هيد، التاكسس والبونز والكلام ده كله، وهنتكلم على البروفيت والمارك اب والتوتال كوست وازاي بتحسبهم والكلام ده. تمام. فدي التقسيمه بتاعتنا تاني اللي هنتكلم عليها. تمام. كان في قبل كده باشمهندسه سالتني، انا اسف مش فاكر اسمها، بس كانت بتقولي على موضوع المارك اب، بتقولي ان المارك اب لا الاوفيس اوفر هيد مش معاه، والمارك اب هو بيتكون من البروفيت والكونتينجنسي. وساعتها انا جاوبتها اجابه مقتضبه. حتى بس تكون واضحه، يعني هو مش شرط يعني في شركات بتعمل الموضوع بشكل مختلف في الحته دي. دي حاجات ليها علاقه بالحسابات اكتر والفاينانس، ممكن اصلا تكون في دوله تلاقي مصلحتك انت تعمل دي في الشكل ده احسن. ممكن يكون عشان خاطر الضرايب، عشان خاطر القوانين، عشان خاطر الكلام ده. فانا حبيت يعني ايه اعمل لكم مقارنه سريعه مثلا. فده اللي انا قلته قبل كده، اللي هو انت عندك السعر بيتكون من التوتال كوست والبروفيت. في ناس تقول لك لا، السعر بيتكون من البروجكت كوست زائد الجي ان اي، الجي ان اي اللي هي جنرال اند ادمنستريتيف اكسبنسز، اللي هي المصاريف الاداريه والكلام ده، زائد المارك اب. المارك اب هو حاطط تحتيها البروفيت. طيب نبص على المكونات. انا لما كنت بشرح بقول التوتال كوست يا اما دايركت يا اما اندايركت. بيقول لك اللي هو بيقول لك البروجكت كوست دايركت واندايركت، بس تعريفه للدايركت واندايركت مختلف عننا. انا لما قلت دايركت احنا متفقين مع بعض في الدايركت، خلاص ماتيريال ليبر ايكوبمنت سب كونتراكت. بس لما احنا قلنا اندايركت قلنا انها بتحتوي على الجوب اوفر هيد والاوفيس اوفر هيد. هو قال لك لا، قال لك الاندايركت هي السايت اوفر هيد بس، بينما الاوفيس اوفر هيد هي دي الجي ان اي، وصلهم عن بعض. وجي بعد كده لما احنا مثلا اتكلمنا مثلا قلنا مثلا المارك اب، ويعني يظن ان هو الاوفيس اوفر هيد مع البروفيت، فقال لك لا، قال لك المارك اب ده البروفيت ودخل فيها الريسكس. هنا مثلا ما جبناش سيره ريسكس، ولكن هنا مثلا جبنا مثلا حاجه زي البونز، حاجه زي الانشورنسز، ان هو في النهايه الريسك يعني في في في, في يعني مثلا في السيستمز مثلا في امريكا مثلا هم بيامنوا على كل حاجه في اي حاجه. دي يعني من اسهل الحاجات بالنسبه لهم، بتسهل لهم الدنيا كتير السيستم بتاعه. فانت بتقول لي مثلا انا والله خايف ان يحصل عندي مثلا كوانتيتي اوفر ران، يحصل مثلا الكميات تضرب مني، خايف مثلا حصل الكلام من، او خايف ان المالك يتاخر عليا في سداد دفعات، فساعتها انا هتحط في مشكله كبيره.
ان ساعتها هكون اصلا سالف مثلا قروض مش عارف الكلام من ده، فساعتها مش هتاخر في السداد، او مثلا انا واخد مثلا من السبلاير وقلت له هسدد لك بعد فتره كذا، وجه الملك ما دفعش سواء بسبب تعثر المالك او عشان خاطر عنده مشكله في المستخلص فالمستخلص صرف اتاخر. فساعتها بيعمل ايه؟ ساعتها لا ممكن يقول لك انا هعمل، لو انت عملت تامين فلو انت عملت تامين ساعتها انت مش محتاج تاخد الريسك ان يخ... بس ستيل بقى في كوست، ليه؟ ان الكوست في النهايه اتحملت ساعتها خلاص، بقى التامين بقى فيه كوست ثابته، بدل ما انت بتقول والله الريسك كذا مثلا، لو هنتكلم مثلا بالاكسبكتد فاليو يعني هي ابسط حاجه في الدنيا، اللي انت بتقول والله مثلا انا في ريسك ان اكون مثلا غلطت والغلطه دي هتكلفني مليون جنيه، واحتمال الغلطه دي 5%، يبقى 5% في مليون يبقى احنا بنتكلم في 50,000، يبقى زود 50,000 في الكونتنجنسي لو هنتكلم على ابسط الطرق خالص يعني. فساعتها لا انت حولت دي الكونتنجنسي دي حولتها لتامينات او بونز او كلام من ده، فدي فهتلاقي فيها مدارس يعني. احنا مثلا في الشغل مثلا في امريكا اكتر وكلام من ده، احنا اميال لا هي كوست، هي كوست حملها على الكوست. وتاني هي الفكره كلها انت بتتعامل يعني الحته دي بتبقى اقرب للجزء بتاع الفاينانس، اللي هو ازاي هنجيب الفلوس، وازاي طب لو حطيتها هنا الضرايب هتعمل معايا ايه، لو حطيتها هنا الضرايب هيحصل معايا ايه والكلام من ده. بس دي حته مهمه تتوضح للناس بس ايه، محدش يتلخبط. عشان اجاوب سؤال الباشمهندسه كانت سالته وانا يعني جاوبتهاش بشكل دقيق قوي، فدلوقتي انا استفدته. تمام، فهنبدا نتكلم عن المكونات اللي احنا كنا بنتكلم عليها. اول حاجه الجوب او السايت اوفر هيد، فدي في النهايه هي كل الحاجات الموجوده في الموقع بتاعك او في البروجكت بتاعك، بس انت ما تقدرش تربطها بايتم او اكتيفيتي معين. يعني كان في باشمهندس اظن المره اللي فاتت في الاكويبمنت، اظن المره اللي فاتت كان سال على التاور كرين احطه فين، يعني احطه على انه اكتيفيتي بالظبط او انه ايتم بالظبط. فساعتها قلنا على حسب. ليه على حسب؟ ان ساعتها هي فكره بقى السايت اوفر الجوب اوفر هيد. لو انت والله هتعرف تحط التاور كرين ده، او هو اصلا اوريدي انت جايبه يعمل مهمه معينه لحاجه معينه وبعد كده انت مش محتاجه خلاص، يبقى هتحمله على الاكتيفيتي ده. ولكن انت مثلا لو انت مثلا هتحتاجه مثلا الاول مثلا 70% من المشروع، فانت ما هتحمله على مين ولا مين، فساعتها لا انت هتعتبره ان هو متحمل على الناس كلها، فكانه سايت او جوب اوفر هيد. فده يعني عطفا على السؤال اللي كانت سال قبل كده، ارجو ان اكون وضحته اكتر. بالنسبه للجوب اوفر هيد بيبقى كذا حاجه، مثلا زي السايت سكيورتي، السكيورتي او الغفره بتاعت الموقع على حسب انت يعني بتسموها ايه. لو في تمبرري فاسيلتيز محتاج مثلا اسوار، كرفانات، مخازن، جراشات، كلام من ده. وساعات ممكن يعني ممكن تكون التمبرري فاسيلتيز دي مثلا بالذات لو في مشروعات عملاقه في اماكن نائيه جدا، لا ممكن يبنوا مدينه عشان الموضوع ده. يمكن حد لو حد شغال في البترول والكلام ده يحس بالموضوع ده. في مثلا بتلاقي مثلا في السعوديه مثلا بتلاقي هي في مدينه خاصه بالابار مثلا، هي ساكن فيها فيها مدينه وفيها مثلا شوبينج سنتر، فيها مدارس، فيها عياده او مستشفى، كلام من ده صغيره. فعلى حسب سكيل المشروع بنتكلم عليه وعلى حسب مكانه والكلام ده كله والاقتصاديات بتاعته. بعد كده يوتيليتيز المؤقته، يعني يكون في ميه، يكون في صرف صحي عشان لاي مقر، يكون في حمامات، الاضاءه، اوتلتس للكهرباء، زي مثلا تبدا مثلا في اي شغل مثلا شغال في عماره صغيره مثلا بتعمل اللي هو بيسموه العداد الانشائي، كلام من ده، عشان تبدا تمشي نفسك وتبدا يعني تحاسب على الخدمه انت بتاخدها بشكل مبدئي لحد ما تخلص الانشاءات بتاعتك. وبعد كده لو في تصاريح، لو في ضرايب، كلام من ده، بتزود على حاجه خاصه بالسايت او الجوب بتزود عليه. فده كده الجوب او السايت اوفر هيد. بعد كده الجزء اللي هو الادمنستريتيف او الاوفيس اوفر هيد، فده يعني مش شرط ان هو يكون ريليتد لبروجكت معين. يعني انت مثلا فريق التسعير بتاعك مثلا هو شغال على المشروع ده وشغال على مشاريع ثانيه، تكلفه او مرتبات فريق التسعير بتتوزع على المشاريع، ونظريا يعني بتوزعها بالنسبه والتناسب. يعني مثلا ده مشروع كبير خد 80% من وقت الناس، يبقى ياخد يبقى يتحمل ايه 80% من اجور وتكاليف الناس دي الفريق ده. بس في النهايه يعني ساعات بتبقى بتغطي يعني على كل المشاريع بتاعت الشركه. في النهايه الاوفيس اوفر هيدز بت انكلود مثلا المانجمنت بتاعت الشركه نفسها، بتوع الحسابات، بتوع الادمنستريتيف يونتس، لو عندك مثلا بتوع الكواليتي، ناس بتوع السبلايرز، كلام من
بتغطي البروسيس بتاعت اللي هي التندرنج وتقديم العطاء وتكاليف البلانرز وتكاليف الناس اللي شغاله في الكنترول والكلام ده كله. نتبقى في سؤال تاني كده الناس ساعات بتحطه اللي هو الجروث. يعني انا بحط الجروث فين في الكوست دي كلها؟ يعني انت كشركه انت عاوز تكبر، يعني انا مش هفضل طول عمري بنفس الحجم، يا دوب بس باخد البروفيت بتاعي اللي بيك مكسب اللي بياكلني عيش وخلاص على كده. فلا، انا في جزء بالنسبه لي نمو اسف، فبحمله فين؟ هل بتحمله على البروفيت ولا ممكن تحمله على الاوفيس والادمنستريتف اوفر هيد ولا بتحمله فين؟ ده ممكن بتلاقيه كل شركات وليها يعني فلسفه الى حد ما. قد البعض يقول لك انا بحطه على الادمنستريتف اوفر هيد، ده بيعتبر خطه المستقبليه بتاعت الشركه ومش عارف ايه، وانا بحطه في الحته دي يعني كفكر فاينانس بس. يعني دي حته برضو انا مش اكسبرت فيها قوي، فبس بحب اسيبها اوبن اند كويشن. فهي في النهايه انت الجروث بتحمله فين؟ بس دي حاجه لازم تاخدها في اعتبارك وانت بتعمل تسعير. انت كواحد دلوقتي مش مجرد واحد شغال على مشروع، ان انت خلاص انت كواحد شغال على مشروع انت سلمتهم خلاص الفايل من زمان، ما دلوقتي لا، اللي بيحط الاوفيس اوفر هيد وبيقول لك زود كذا في المية اوفيس اوفر هيد، لو انت متخذ هذا القرار محتاج تفهم يعني الكونسيبت بتاع الجروث راح فين في الموضوع. ده ممكن ياخدنا لحاجه يعني ملحوظه جانبيه على جنب، يعني دي مجرد بس يعني نبذه سريعه جدا. لو عاوزين نستفيد فيها محتاجين نتكلم في، يعني ممكن نعمل كورس مختلف اللي هو الانجنييرنج ايكونومكس، او هنركز اكتر على الكونستراكشن ايكونومكس طبعا، اللي هو في النهايه الاقتصاديات بتاعتها، يعني انت ازاي تاخد قرار اقتصادي. يعني فاكرين مثلا اتكلمنا مثلا زمان في الايكويبمنت مثلا من محاضرتين او من او ممكن محاضره مش فاكر، محاضرتين اظن، لما اتكلمنا على اللي هي الفيوتشر فاليو والبريزنت فاليو، وان انت ازاي تعمل انيوال فاليوز او بيريودك فاليوز على حسب الانترست ريت بتاعك ومعادلاتها والكلام ده. فده جزء من الجزء بتاع الانجنييرنج ايكونومكس بتاعك في النهايه، ده الجزء الاقتصادي او ازاي يعني ان لاين مع الاقتصاد بتاعك، وانك ازاي يكون قرارك بتاع الشركه قرار اقتصادي. الفكره مثلا من الحاجات اللي انت ممكن يعني تاخدها في اعتبارك، يعني تديك باك جراوند سريع، اللي هي البريك ايفن بوينت اناليسيس. هي اصلها كان بدأ في الاندستريال انجينيرنج، يعني في الحته بتاعت خطوط الانتاج ومش عارف ايه والكلام ده. ممكن لو انت عاوز تطبقها عندك، وهي طبعا تطبق في اي حاجه، بس انا قصدي يعني الاقرب ليك انت كمثال، لو انت مثلا عندك، لو انت مثلا بتمتلك مصنع خرسانه، خلاطه خرسانه ايا كان يعني الحجم بتاعك، فلو انت عندك خلاطه او انت مهندس على الخلاطه، فانت في سؤال بيطرح نفسه، انت الكاباسيتي بتاعتك مثلا اكس متر مكعب. انا خلاص انا لو انا اشتغلت يعني 100% ما بوقفش، فانا السعه الانتاجيه بتاعتي اكس متر مكعب. طيب لو انا قلت لا، يعني انا مش هل انا طبيعي كل يوم هيجي لي اكس متر مكعب؟ لا، بس كام متر مكعب اللي يخلوني ما اخسرش؟ يعني انا محتاج ابيع كام متر مكعب في اليوم عشان ما اخسرش؟ هل هي مثلا 0.5x ولا 0.7x ولا 0.8x قد ايه؟ هنا بتيجي مثلا الاناليسيس بتاعت البريك بوينت، البريك ايفن بوينت، اللي هي النقطه اللي عندها انت لا بتكسب ولا بتخسر، بحس بعد كده اي حاجه زياده انت بتكسب، اي حاجه اقل انت بتخسر. فهي ببساطه انت بتعمل ايه؟ انت بتقول والله دي التوتال كوست بتاعتي. ففي النهايه هي ليه بادئه من هنا؟ ان في جزء في الاول فيكسد. مثلا لو انت مثلا بنتكلم مثلا على المثال بتاع الخلاطه بتاعك مثلا، فانت بتتكلم مثلا المعدات ومش عارف ايه والكلام ده اللي انت اشتريته. بعد كده في كوست اللي هي بقى ايه؟ مع كل وحدة إنتاجية، أنا أنتجت متر مكعب خرسانة، فالمتر ده عشان الرو ماتيريال بتاعته والعمالة ومش عارف إيه، وقف عليا بالفلوس دي. بس. والدخل اللي جالي لما أنا بعت المتر ده هو يبقى هنا، نفس كمية المتر، فالدخل اللي جالي هنا. فأنت شايف هنا أنت دافع هنا الكمية دي، وفي نفس الوقت ده الدخل بتاعك، فأنت واقعياً أنت بتخسر، ده لوس. فأنت قاعد بتخسر 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 بتخسر، لحد ما تيجي في بوينت معينة اللي داخل قد اللي خارج. دي اللي احنا بنسميها البريك ايفن بوينت. بعد النقطه دي لا انا بكسب، لو انا بقول لك عليها اللي هي البروفيت، فدي الزون دي اللي هي بتاعت البروفيت. فدي حته مهمه عشان تفهم. طب الكلام ده بطبق لو انا مثلا شغال في المقاولات، ممكن بتطبقها يعني بدل ما انت بتقول انا بعت كام وحده، بتقول لا الدولارز بيلد، يعني انا دخل الشركه بتاعي كام. انا عندي مثلا، انا عندي اسيتس كتير، انت شركه كبيره مثلا وعندك
اسطول معدات، وعندك بسم الله الرحيم، عندك وعندك محطات خرسانه وكلام وحاجات كتير قوي. فانت في النهايه فانا انا لو انا عملت شغل بالدخل دولار بيلد بكذا هيجيب لي كذا، بينما الشغل كذا ده يعني الكوست بتاعته كذا، فهنا انا بخسر. فانت فمثلا تخيل مثلا لو شركه مثلا بحجم المقاولين العرب مثلا عندها مشروع واحد، هو في النهايه مشروع واحد مثلا ب 10 مليون، عند 10 مليون الدخل اللي هيجي له ده، بينما عند 10 مليون هو بيدفع ده، هو الرننج كوست بتاعته الانتاجيه عشان ينتج كذا. فلا فهل مثلا شركه مثلا زي المقاولين العرب لا مش مشروع ما يكفيهوش، ان هو عنده كوست عاليه. انت ممكن تكون كشركه كم اول صغير مشروع 10 مليون ده يعني انت اسعد انسان في الدنيا يكفيك جدا، بس هي فكره في النهايه انت عندك فاريبل كوست والفيكس كوست بتاعتك قد ايه. فمثلا فحجم ملحوظه ثانيه برضه يعني، طب انا مثلا لو تقشفت شويه، لو حاولت احارب واقلل الفاريبل كوست هي بقت هنا مثلا لو الخط الازرق، بس ساعتها زي ما انت شايف ساعتها يبقى البريك ايفن بوينت هتقل معاك، البوينت هتقل معاك. فدي بس يعني تاني انا ده كورس في كورس كامل الايكونومكس، بس دي يعني ايه حاجه مجرد يعني تفتيح الموضوع عشان فاهم الدنيا ماشيه ازاي. يعني السكيل لو انت يعني سكيل اداري انت بحاول يعني بحاول انقل المايند سيت بتاعتك من فكره ان انا مجرد بسعر وبحسب ماسك الاله الحاسبه وقاعد بحسب حسابات، لا لو انا بفكر بسكيل اداري محتاج البيجر بيكتشر، او ان انا ازوم اوت وابص على الصوره الكبيره اشوفها ازاي. ف ده يعني ملخص سريع. وبيزد على الايكونوميك يعني بيزد على الايكونومي نفسه والظروف اللي انت فيها دي في الانتاجيه، ممكن تقرر لا انا محتاج ان انا ابيع اسيتس بتاعتي بحيث اقلل الكوست بتاعتي التوتال كوست بتاعتي سواء الفيكسد او الفاريبل، بحيث لا يعني ان حجم الشغل اللي عندي مش موصلني للبريكنج بوينت فانا بخسر، بس ساعتها انا محتاج اعمل شرينكينج للشركه بتاعتي او ان انا اعمل لها ريسس، او ان انا ممكن لا ممكن اكسباند. طبعا موضوع الاكسبانشن والشرينكج او الريسيشنز دي بتعتمد على قرارات الشركه بتاعتك، الوضع الاقتصادي، وضع الشركه نفسه، كلام من ده. بس هو بيأفكت ممكن يأثر في جزء من الاوفيس اوفر هيد زي ما انا قلت من الاول، لو انت هتدخله في الجزء ده في الفاينانس، ان هو في النهايه انا عندي انا محتاج اتوسع في الشركه، عشان اتوسع يبقى انا هجيب معدات جديده. يعني انت تخيل ده مثلا الفيكسد كوست دي، مثلا لو انت كان عندك مثلا دي مثلا تكلفة مثلا الاسطول بتاعك مثلا ومحطات الخرسانه بتاعتك والكلام ده. طيب دي مثلا افترضنا مثلا ان هي دي ده اخرك، دي النقطه اللي هي بتمثل اخرك، دي الكاباسيتي بتاعتك، انا ما اقدرش انتج اكتر من كده. طب انا عاوز انتج اكتر من كده، فيحصل ايه؟ هشتري معدات تاني ويبقى عندي فيكسد كوست، فيحصل ايه؟ انت هتزود فيكسد كوست تاني، فيحصل ايه للكيرف ده؟ هو كان طالع بالاول حبه فيكسد وبعد كده كمل فاريبل، يحصل ايه؟ هيزيد حبه فيكسد تاني وبعد كده هيكمل فاريبل تاني. فساعتها زي ما انت شايف الريفينو ساعتها دلوقتي كده بقى ايه؟ الحبه الفيكس اللي زودتهم المفروض ده خط مستقيم يعني معلش. من الحبه دول بقوا ساعتها خلاص بقى لغى البريكنج بوينت القديمه بتاعتك. فانا دلوقتي بقيت محتاج بريكنج بوينت جديد. هيبدا محتاج بقى عشان انا عملت دلوقتي عملت اكسبانشن بتاعتي، فمحتاج ان انا ساعتها اطلع اكتر اكتر، فيبقى عندي بريكنج بوينت جديده. بقى عندي قدره ان انا اعمل احجام اكبر. عشان اوسع قوتي على الاحجام معنى كده ان انا محتاج افتح شغل اكتر وهكذا. بس فده يعني مصطلح سريع. دي برضو حالات يعني مثلا مش طبيعي دايما ان بتكون العلاقه لينير. يعني احنا قلنا ايه علاقه خطي، الكوست بتاعتك يعني التوتال كوست بتاعتك لينير خط، والريفينيو بتاعك او الدخل بتاعك عباره عن خط. لا هي مش شرط ساعات بتكون كيرف، بس ساعتها لو هم كيرفز غالبا ممكن هتلاقي مثلا في نقطتين التقاء، فانت بقى عندك يعني نقطتين اللي هي البوينت اوف البيك ايفن بوينت. فهنا انا لا بكسب ولا بخسر، وهنا انا لا بكسب وهنا لا بكسب ولا بخسر، هنا مكسب وهنا بخساره وهنا بخساره. فساعتها ايه الاوبتيمم سايز بتاعي للشغل ان انا اخده؟ الدولارز بيلد بتوعي قد ايه؟ فساعتها انت بتشوف اعلى فرق ما بين الاثنين. يعني هنا الفرق صغير، الفرق ده هو ده المكسب، اللي هو الفرق ما بين الدخل واللي داخل لك كتوتال وماينس الكوست. فانا بشوف فين اعلى نقطه، فدي اعلى نقطه، فدي كده تبقى دي بالنسبه لي البروفيت ماكسمايز، او انا كده كبرت البروفيت على قد ما اقدر، فدي تبقى احسن حاجه بالنسبه لي.
فدي كيس، ودي بعض الكيس المختلفه يعني. دي في النهايه لو انت الكوست نفسها، لو الاثنين لو الفاريبل كوست لينير، عشان لو حد اتلخبط الكيرف ده شكله ايه، فدي تاني انت الفاريبل دي اللي هي التوتال كوست، هي اللي هي عباره عن الفيكسد كوست اللي عندي، قلنا الاسيتس اللي عندي زائد الفاريبل كوست، تجمعهم على بعض اللي هو بيديك الخط ده. لو هي مش لينير كيرف زي هنا، ففي النهايه انت يعني كانك بتعمل شيفتنج للفاريبل كوست لفوق شويه. ذاتس ات. تمام. فاحنا كده اتكلمنا على المكونات بتاع الاندايركت كوست. طيب الاندايركت كوست نفسها بقى انت هتضيفها ازاي للمشروع؟ وده سؤال مهم، ان هو مش ده مش سؤال استيميتنج، انت خلاص عملنا الاستيميتنج خلاص. ده سؤال اكتر للفاينانسنج، ان هو ازاي ان دي كوست انا بدفعها هتجي لي امتى؟ هل مثلا هتقول مثلا في اكتيفيتي اسمه غفره او سكيورتي وهتحط مثلا مرتباته في الشهر؟ فده اللي هو لو احنا هنتكلم على الايتم، هنتكلم عن ان احنا يعني بناخد في اعتبارنا كل ايتم انديفيدولي، ولا ده مش الحل؟ ثانية واحدة بس. تمام. ف ولا لا يعني اللي في الغالب بيحصل ان هو بيعمل له ابروكسيمت ميثود، ان هو بيقول لك ايه؟ هي في النهاية الاندايركت كوست، انت مثلا مشروعك مثلا ب 10 مليون والاندايركت كوست نص مليون او 10 خليها مليون، يبقى انا عندي 10% اندايركت كوست، يبقى انا هاجي على كل اكتيفيتي او اسف على كل كوست دايركت كوست عندي واضربها في 1.1 بحيث في النهايه يبقى التوتال هو ال 11 كلها. يبقى انت عملت ايه؟ كانك فردت او سيحت الاندايركت كوست على المشروع كله. فدي اللي هي الابروتش اللي هي بتاعت كبرسنتج، او الابروتش الثانيه اللي انت عاوز تعملها اللي هي لو هم يبقوا اندفيدولي، فانت هتعمل لها كانها اكتيفيتيز. ده بقى حسب شكل العقد بتاعك، حسب الفاينانس اللي انت عايز تعمله شكله ايه، فبتختلف. فلو انت عملتها برسنتج هتبقى علاقه لينير ما بين الدايركت كوست والاندايركت كوست، ان هي في النهايه 10%. بس في النهايه برضو لازم تفهم يعني حتى انا اسف اتلخبطت حتى الاندايركت كوست والدايركت كوست العلاقه مش يعني مش لينير قوي يعني. ده الناس تتخيل ان هي لينير، هي مش لينير. الاندايركت كوست بتبقى في الاول يعني، ده في الاول بتدفع بالك يعني، في الاول انت مثلا تكلفه مثلا الكربانات ومش عارف ايه والاسوار والكلام ده، في الاول بتدفع بالك. فالاندايركت كوست بتبقى قليله في الاول، تبدا تزيد اسف بتبقى كبيره في الاول، وشايف زي ما انت شايف السلوب بتاعها عالي، بعد كده تبدا تقل يعني. مثلا حاجه مثلا زي التاور كريم مثلا، ما انت هتيجي في الاخر وتفكه مثلا مش محتاجه، بس ساعتها تكلفته مش هتبقى موجوده، بما انت كنت محتاجه جدا في الاول وشغال كتير، ممكن يكون عندك كذا تاور كرين، هتلاقي مثلا في اول مشروع عندك 4 تاور كرين، بعد كده قرب نهايه المشروع عندك هو تاور كرين واحد، وبعد كده في الاخر بتشيله. بينما الدايركت كوست لا، هي بتزيد مع الوقت. فدي الريليشن ما بين الدايركت والاندايركت كوست تكون مفهوم. بس فبكده احنا غطينا الجزء الثاني اللي هو الاندايركت كوست. نتكلم على الجزء بتاع الكونتينجنسي او ريسك، سواء بقى ايا كان هتتعامل معاه ازاي، سواء هتغطيه ببونز وكلام من ده ولا انت هتعمله ازاي. بس محتاجين نفهم وهي في النهايه الكونستراكشن عامه فيها ريسك عالي باي نيتشر. الكونستراكشن يعني هي ريسكي اكتيفيتي، واحنا دايما بنحاول ان احنا بترانسليت او يعني في النهايه طب ريسك يعني اعمل ايه؟ محتاج اني اترجم الكلام ده لفلوس، لان في النهايه انا محتاج ان انا اشوف والله طب انا هطلب فلوس اكتر او فلوس اقل، او افهم تاثيرها عليا، فتاثيرها عليا كفلوس يعني. هو حتى يعني ملحوظه جانبيه يعني، حتى مثلا في الديزاين بتاع الطرق يقول لك مثلا ساعات في حاجه اسمها الكوست اوف لايف، ان هو حول حياه الانسان لفلوس، ان هو في النهايه محتاج يعمل لها يعني اسسمنت، محتاج ان هو يقيمها، بالذات لو انت بتعمل سستينابيلتي اسسمنت والكلام من ده، فاحد الانديكيتورز والكلام ده ممكن يبقى الكوست اوف لايف. يعني في يعني خلافات بقى، ان هو يعني ازاي تقول حياه الانسان، ولا هي اصلا يعني تكلفه حياه الحياه نفسها، ولا الامباكت اللي بيحصل على الايكونومي مثلا، واللوس اللوس اللوس برودكتيفيتي وزائد التامينات ومش عارف ايه والكلام ده. فدي خناقه مختلفه فلسفيه يعني. بس يعني الفكره كلها انت في النهايه محتاج تحول الكلام كله للوس اند جينز، عشان الريسك دي يا احتمال يحصل كذا، بس في النهايه محتاجه ترجمه. طيب ايه الريسك اللي ممكن تحصل عندك مثلا؟ فالريسك ممكن تحصل، ممكن حاجه ليها علاقه بالمشروع، حادثه حصلت، تاخيرات حصلت، كلام من ده، او ليها علاقه بالشركه company related، مشاكل في الشركه نفسها اداريه، بيحصل تغيير في الهيراركي بتاع الشركه، بقى في مثلا
مشروع بقى جه مشروع جديد اخد اولويه عاليه على المشروع اللي قبله كلام من ده، او حاجه علاقه بالاقتصاد، اقتصاد ريسيشن او الاقتصاد بومينج او وات ايفر، او بسبب غلطه في الاستيميتنج حصلت، مشاكل في الاستيميتنج حصلت، او حاجه ليها علاقه بالاسيتس بتاعتك انت في النهايه، مثلا عامل حسابك مثلا انك مثلا معتمد على محطات الخرسانه بتاعتك او المعدات بتاعتك وحصل مشاكل في الاسيتس مثلا، او كان عندك مثلا فلوس مثلا انت مثلا هتستعملها في المشروع ده مثلا كانفستمنت ليك، وفي الاخر الفلوس دي راحت في حاجه حته تانية، فالاسيتس بتاعتك اتغيرت، فده ريسك. فانت لازم تكون فاميليار مع انواع الريسكس كلها، وازاي تافالويت الريسك ده ازاي في النهايه. مش انا أو يعني انا خلاص انا بقيت فاميليار مع انواع الريسك، انا عارف ان عندي ريسكات كتير قوي، تمام عرفتهم وحصرتهم كله. تاني حاجه اكون فاميليار احسبها بقى ازاي، ادخلها ازاي في الشغل بتاعي بس. فده ممكن يعني ده كورس كامل منفصل اللي هو بتاع الريسك مانجمنت، بس يعني مهم نفهم الحته دي. يعني واحنا بنتكلم عن الاستيميت، انت في النهايه لو انت استيميتر صغير يعني فانت في النهايه هيجي لك رقم، يعني انت مش محتاج تقلق عن الكلام ده. لو انت وصلت للمانجر ليفل كبير فانت اكيد هتكون لازم تدرس بقى ريسك مانجمنت بس. فبكده انت مش ناقص لك غير البروفيت، محتاج تعرف بقى المكسب بتاعي انا بكسب قد ايه وليه وازاي وبحدد المكسب بتاعي ازاي. فتمام، انا ايه الحاجات اللي ممكن تخليني يعني اختار اقول مثلا البروفيت بتاعي 5% 20% كلام من ده؟ فاولا بيزيد على المنافسه، الكومبيتيشن، انا بنافس مع مين والمنافسين دول يعني هم ناويين ينيموا الدنيا يعني يقللوا في اسعار جامد عشان يكسبوا، ولا هم بيعلوا الاسعار، وهل في حد محتكر كلام في الكومبيتيشن شكلها ايه؟ محتاج تفهم شكل الماركت بتاعك، ومحتاج تفهم شكل المنافسين بتوعك والشريحه اللي بتنافس معاها. فمحتاج برضو تفهم الاستراتيجي بتاعتك في البروفيت، هل انت واحد بيدور على يعني تعمل مشاريع صغيره ببروفيت عالي، ولا تعمل مشاريع كتيره ببروفيت قليل، فده مثلا هاي بروفيت هاي لو بروفيت على كلام من، ولا انت لا انت مثلا شركه جديده مثلا وعاوز تثبت نفسك في السوق، انت عاوز تدومينيت السوق، عاوز اكسب حاجات كتير عشان بعمل انا بعمل اسم، فانا مستعد ان انا اخش بمكسب قليل في سبيل ان انا بعد كده مستقبليا كاستراتيجيه للشركه بتاعتي ان انا لا اعمل نفسي اسم. فدي برضو يعني الاستراتيجيه بتاعت ده جزء مانجيريال بيأثر في النسبه بتاعت البروفيت على حسب احتياجك للشغل، زي ما قلنا من شويه في الجزء بتاع اللي هو البريك ايفن بوينت، انت ممكن يكون عندك ايدر ريسورسز واسيتس انا محتاج اشغلها، انا ممكن اخش في المشروع ده ان شاء الله حتى لو هخسر مليون جنيه مثلا، ان انا عارف ان انا لو انا ما دخلتش خالص الايدر ريسورسز دي هتقف عليا مثلا 5 مليون، فلا يبقى انا كده يعني انقص 4 مليون على حسب احتياجك للشغل، على حسب لو انت مثلا بتخترق ماركت جديده انت عاوز تثبت نفسك وكده، فانت ممكن لا انا ممكن اشتغل بخساره في اول مشروعين ثلاثه عشان خاطر اثبت نفسي واثبت نفسي في السوق، ده برضو جزء من الاستراتيجيه بتاعتك احتياجك للشغل. وطبعا مش شرط موضوع انا يعني لما بقول خساره يعني عشان انا بحاول اديك اللي هو الاكستريم اللي هو يعني اقصى حاجه، بس لا ممكن يكون مقصود يعني اللي هو مجرد مكسب قليل، ممكن يكون مجرد عشان انا عاوز اطف في السوق، فانا عاوز امنتين الكومبيتيشن فممكن اقلل السعر بتاعي، او انا عشان خاطر في كلاينت معين انا عاوز ازيحه من السوق يعني او اسف لا في كلاينت معين انا عاوز ان انا يعني اكسبه، انا عاوز مثلا اثبت رجلي مثلا مع وزاره ما انهم مثلا يجربوني ويشوفوا شغلي الراجل ده ممتاز فكلام من ده، بحس كده مثلا في اسناد مباشر الراجل ده هنديله، انا محتاج اكسب الناس دي، او لو او مشاريع استراتيجيه، مشاريع انا شركتي لو اتحط اسمها في المشروع ده في حد ذاته مكسب ليا وهيجيب لي ريفينيو بعد كده وهيجيب لي بروفيت بعد كده، بس انت ممكن يعني ان انا اضحي ببروفيت دلوقتي عشان خاطر ان انا هكسب بعدين. برضو البروفيت بيعتمد على السايز، وغالبا هي علاقه يعني عكسيه، هي ديكريزنج ريليشن، كل ما السايز هيكبر كل ما نسبه البروفيت بتقل، ان ساعتها انت بتاخد نسبه من حاجه عملاقه اللي هي التكلفه، لو حاجه صغيره خالص بس ساعتها لا ممكن يعني نقولها ازاي، لا تخيل مثلا لو انت مثلا سباك وبتغير حنفيه في شقه مثلا، فساعتها لا انت هتبقى الكوست بتاعتك انت اللي هي الصنعه اللي هي المصنعيه بتاعتك اللي هي تعتبر يعني الربح زائد مش عارف ايه والكلام ده، هتلاقي ممكن تكون اعلى من تكلفه الحنفيه نفسها اللي انت بتركبها. بينما لو انت يعني تخيل انت واخد مثلا شغل الام اي بي اللي هو الايكوفلنت للسباك يعني بس على السكيل الكبير بتاع مصنع،
فساعتها لا، انت ساعتها يبقى البروفيت بتاعك نسبه صغيره من حجم الشغل نفسه، فهي علاقه تبقى غالبا عكسية. برضو على حسب الريسكس، لو انت هتاخد هتحط الريسك تحت البروفيتس وتالوكيت الريسك مع البروفيتس او المارك اب يعني، لو انت هتسميه في الحاله دي يعني، فساعتها لا انا واخد، لو انا واخد ريسك عالي انا محتاج ان يكون مكسبي عالي، ان انا في النهايه انا بغامر، فلازم يكون الموضوع مغري اصلا، محدش يرضى يخش بريسك قليل ببروفيت قليل في ريسك عالي. محتاج برضو تشوف الريتيرن اوف انفستمنت بتاعك قد ايه. في النهايه لو البروفيت ما ينفعش يعني ان انا مثلا اخسف بيه خالص، ان في النهايه يبقى اقل من الريتيرن اوف انفستمنت. محتاج تشوف الوضع الاقتصادي بتاع البيئه اللي انت شغال فيها او الدوله اللي انت شغال فيها، محتاج تشوف الوضع السياسي وهكذا. تمام. ممكن كمان المكسب نفسه بيبقاش ثابت على كل الايتمز، ودي حاجه مختلفه على البيد ان بالانس او اللي هو التحميل في العطاء. التحميل ده هنتكلم عليه في المحاضره الجايه، بس انت نفسك يعني انت ممكن تغير المكسب يعني. مثلا الحاجات مثلا اللي يعملها مثلا المقاولين الصغيرين اللي يقول لك انا بحمل مكسبي اكتر على الخرسانات لو اقدر. ليه؟ يقول لك الخرسانات بانتاج سريع، كميات كبيره جدا وفي نفس الوقت سريعه جدا، انا بلم فلوسي في الاول، بحاول الم فلوسي في الاول وبحاول اقلل ان انا ادفع من جيبي، وان انا اقلل اوفر درافت. اوفر درافت دي برضه هنتكلم عليها في المره الجايه، بس هي يعني بشكل مبدئي الفكره في ايه؟ لا انا ممكن العب في البروفيت يعني اكسب، يعني بدل ما اكسب مثلا في كله 10% لا انا هكسب في ده 20% واكسب في ده 1% عشان خاطر ده هيبقى احسن لي. تاخد في اعتبارك كل ما بتغلط بقى في الاستيميتنج وتدفع من جيبك، ده بياكل من المكسب بتاعك. ده اهميه الدقه بتاعت الاستيميتنج بتاعتك، وانت تاخد في اعتبارك الكونتينجنسيز بتاعت الغلطات بتاعتك. البيت بروفيت ده مش المارك زي ما احنا اتكلمنا من شويه. في الغالب مثلا بيتراوح ما بين 3 ل 25%، بس يعني ده مش شرط زي ما احنا قلنا يعني. الحالات ممكن، لا الحالات اللي اتكلمنا عليها قبل كده ممكن الموضوع يختلف تماما يعني، بس ما يعني كرينج يعني ممكن من 3 ل 25%. خد في اعتبارك يعني موضوع اختيار البروفيت ده يعني المفروض ان هي حاجه احصائيه بالنسبه لك. ليه؟ تخيل ان انت مثلا الوحيد اللي في السوق، انت لو قلت الموضوع انا هاخد مكسب 100% خلاص محدش هيقول لك، محدش هيقول لك حاجه، انت خلاص هو الراجل محتاج، انت الوحيد بتعرف تعملها في السوق واحنا محتاجينك تعملها، هتقول لي 1000%. فتخيل لو انت يعني هيتوافق لك على اي حاجه، انت نفسك مثلا تعمل المشروع ده وبعدين تتقاعد خلاص. هي الموضوع بيبقى، انما دي طبعا دي حاله خياليه بس غير كده، فالموضوع في النهايه بيبقى احصاء. انت بتشوف البروبابيلتيز او الاحتماليات ايه اللي تخليني اكسب العطا ده او اكسب العقد ده واشتغل شغل. ان انت لو انت يعني ضربت رقم خيالي في البروفيت، هيجي واحد تاني يحط رقم منطقي وهيكسب العطا. فانت في النهايه يعني قرارك يعني جزء من قرارك في البروفيت اللي هو في النهايه انا ازاي يعني ايه الرقم او النسبه اللي انا اختارها كمكسب اللي تعلي احتماليه ان اكسب فوق الناس دي، اكسب العطا ده من الناس دي اللي هم المنافسين بتوعي. وفي نفس الوقت ما اقولش مثلا طب انا مش هكسب، ما ممكن اقول انا مش هكسب فاكيد كده كده هكسب العقد، لو قلت هحط المكسب صفر يعني. فلا، فايه الرقم اللي هو يعني ما اللي هو اعلى رقم في نفس الوقت يخليني اكسب الناس دي؟ يعني مثلا افترضنا مثلا لو انت مثلا الناس كل حاطط نفس الاسعار وهم مثلا كلهم حاطين مثلا 10% مكسب، فانت لو حطيت 9% هتكسب العطا خلاص، مش محتاج تروح لصفر في المية ولا 1%، فده أعلى رقم من صفر لعشرة أنت هتقول 9، ده أعلى رقم. وفي نفس الوقت ده اللي بيكسبك قصاد الناس دي. فتاني حتة الـ lack of competition اللي هي المنافسة دي بتأثر في الكريتيريا كلها بتاعت البيت بروفيت. تمام. في طرق كتير في الموضوع ده، أشهرهم اللي هم في تو مودلز بيستعملوهم ساعات اللي هو فريدمان وجيتس. فريدمان هو بيقول لك إيه؟ احتمالية فوزي بالعطا ده هي عباره عن احتماليه فوزي فوق فوزي على المقاول رقم واحد او A مضروبه في احتماليه فوزي على المقاول B مضروبه في احتماليه فوزي في على المقاول C وهكذا لحد ما تخلص كل المقاولين. فدي في دي probability of winning بتاعتي. في الاكسبكتد فاليو في النهايه بتاعت المكسب بتاعي عباره عن البروفيت نسبه المكسب مضروبه في probability بتاعتي. ده طريقه فريدمان. طريقة جيتس هي نفس الكونسبت، الفرق بس في المعادلة، في معادلة مختلفة، بيقول لك واحد على
واحد ناقص البروبابيلتي بتاعت فوزي على ايه مقسوم على البروبابيلتي بتاعت فوزي على ايه زائد وهكذا وهكذا لحد كلهم، ونفس الاكسبكتد فاليو بتاعتي اللي هي في النهايه المكسب مضروب في البروفيت. اوضح اكتر الموضوع يبقى واضح ده شكله ايه. مثلا انت المفروض عندك يعني البروبابيلتيز انت بتجيبها منين؟ انت عندك داتا سابقه. انا والله لما اتنافست على لما انا كنت داخل بمشروع مثلا ضد المنافس ايه، دخلت 10 مشاريع ضده، فمثلا لما دخلت بمكسب 5% كسبت مره البروبابيلتي بتاعت مكسبي مثلا 50% وهكذا. فانت بتجيب النسب بتاعت مكسبك يكون، بس ده الطرق دي بتريكوير ايه او بتطلب ايه؟ يكون عندي داتا قبل كده وداتا موثوق فيها وكبيره بالشكل الكافي انها تكون ريبريزنتيف او ممثله. بس لو انت عندك الداتا دي خلاص، فانا والله هنا مثلا فده البروفيت من 1-2%، ده الرينج بتاعك 3-4-5-6 وهكذا ونشوف والله. فانا لما كنت بتنافس مع الماء والدبليو، لما انا كنت بقول البروفيت مارجن بتاعي من 1-2% كان احتماليه ان اكسبه 72%. طيب لما كان مثلا لما كنت بحط البروفيت بتاع 19% احتماليه ان انا كسبته كانت 0.52 وهكذا. فطبعا انك هتلاقي الارقام دي بتقل طبعا، فده مقاول 2 3 4 بتنافسه. فبتحسب ايه؟ بتحسب البي زي ما قلت، البي اللي هي البي ويننج بتاعتي. فلو هي مثلا فريدمان فبعمل ايه؟ ده مضروب في ده مضروب في ده مضروب في ده وهكذا. فهي دي البي بتاعتي. لو جيتس المعادله اللي هي الطويله شويه، فدي البي بتاعتي. بعمل ايه بعد كده؟ بحسب الاكسبكتد فاليو اللي هي البروفيت في البي. فانا البروفيت هنا كان عندي رينج 1 و2، ففي النهايه فهنا البي مضروبه في 1 هتبقى زي ما هي، والبي مضروبه في 2 هتبقى بكذا، بعد كده البي مضروبه في 3 البي دي مضروبه في 3 بكذا، البي دي مضروبه في 4 بكذا. فتعمل نفس الكلام لجيتس وتعمل نفس الكلام للفيد، وفي النهايه بتشوف فين اللي يديني اعلى اكسبكتد فاليو. فالاكسبكتد فاليو بتشوف الارقام، اعلى رقم هنا كان بالنسبه لطريقه جيتس كانت لما انت عملت بروفيت 8%، دي اعلى احتماليه انك تكسب فيها، وفي نفس الوقت ده اعلى واحد، اعلى واحد كبروفيت. انك في النهايه تقول لا خلاص انا هاخد 1%، ما ساعتها انت احتماليه تكسب اكتر، بس في نفس الوقت هيديك ده اقل بروفيت ممكن. فلا، فتاني احنا بنجيب احتماليه نجاح عاليه مع بروفيت عالي، ده اللي انت بتدور عليه. الموديل بتاع فريدمان قال لك لا، انا شايف ان هي 6% دي احسن، دي اديته على اكسبكتد فاليو. بتلاحظ دايما يعني في التو مودلز دول ان فريدمان دايما بيديك غالبا لور اوبتيمال بيد، يعني بيديك مكسب اقل دايما، وبيديك دايما احتماليات للخساره اكتر. يعني الاحتماليات بتاعته يعني لو انت قارنت مثلا هنا بهنا، هنا قال لك 0.3 اسف 0.34 وهنا قال لك 0.2 وهكذا. ففريدمان دايما بيديك اقل، بس برضو يعني احصائيا من الناس اللي في السوق بيقول لك ان فريدمان يعني على اللونج رينج بيديك يعني سلايتلي هاير بروفيت رينج، عشان خاطر هو بيخليك بتاخد يعني مشاريع اكتر، اولموست ممكن يكون ضعف. يعني لما انا بمشي بفريدمان اولموست بجيب ضعف المشاريع اللي كنت بجيبها قبل كده. اي يعني نعم بمكسب اقل في كل مشروع، بس كمحصله مقارنه بحجم المشروع والكوست والكلام ده بجيب اكتر في البروفيت. بس طب كده احنا خلصنا كل حاجه المفروض كده خلاص، يعني جبنا كل حاجه تخليني احسب السعر، مفيش حاجه ناقصه. طيب فتبدا تحسبها، فبتعمل فده مثلا حاجه مبسطه جدا، بتعمل حاجه اسمها اللي هي الريكاب شيت لي. فهنا مثلا سواء بالاكتيفيتي او هتعملها بالبنود عندك كلام من ده، فبتقول والله اليونت بتاعتي كذا، الكميات بتاعتها كذا، ونفس اللي عملناه قبل كده في الدايركت كوست، والله الليبر كوست بتاعتي كذا، الماتيريال كذا، الايكويبمنت كذا، السب كونتراكتور كذا، تجمعهم على بعض يدوك الدايركت كوست. بعد كده تجمع كل الدايركت كوست يبقى دي كده التوتال دايركت كوست بتاعتي اللي هنا كانت هنا 342,000. تمام. بعد كده بتعمل ايه؟ بزود الجوب اوفر هيد بتاعي. فبعمل ايه؟ بضرب ال 342,000 بتوعي في الجوب اوفر هيد. هنا مثلا كان ب 16.2%، فعملت ايه؟ ده مضروب في 16.2% بقى 55,000. طيب يبقى انا كده الجوب اوفر هيد بتاعي 55,000، ازوده على التوتال على الدايركت كوست، يبقى ده كده السب توتال الجديد. يبقى انا كده التوتال، يبقى انا كده الدايركت كوست بتاعتي زائد الجوب اوفر هيد ب 398,000. بعد كده تروح مزود الضرايب التاكس ب 5.6 من مين؟ مش من الدايركت كوست، لا
ده اللي كوز الجوب اوفر هيد. ففي النهايه دي اللي بتبقى حتت مهمه، ان هي في النهايه الضرائب، فتبقى انت فاهم الضريبه انا هي الضريبه اصلا بتدفعها على ايه، والمارك اب ده انا باخده من ايه، والبونز دي باخدها من ايه، يكون فاهم طبيعه الحاجات دي ايه. وممكن يعني هتلاقيها التعقد تعقديا ممكن يعني اسف على حسب الانفايرمنت اللي شغال فيها، ممكن تقولي لا انا دي بتتاخد من كذا، دي بتتاخد من كذا، بس نظريا الحاجات دي يعني قد تكون ثابته في حاجات في ايكونوميك انفايرمنتس كتير. فانت في النهايه الضريبه خلاص، الضريبه هتتاخد من السب توتال بتاع الجوب اوفر هيد والدايركت كوست، فالضرايب اللي هتدفعها كلها 5.6، فبتاخدها 5.6 تطلع ب 22000 زياده، فزود 22000 على 398000 بقى 420000. بعد كده المارك اب بتاعي او اللي هو الاوفيس اوفر هيد ب 18.5 من 420، مش من اي حاجه من اللي فوق، لا اخر سب توتال عندك 420 بقى 77000، زود عليها تاني تزوده على السب توتال وهكذا. يتبقى لك البونز. طريقه حساب البونز مختلفه ليه؟ لان يعني البونز بتتاخد من التوتال بتاع التوتال برايس. انا اوريدي ما عنديش البرايس، انا لسه ما جبتش البرايس، طب احسبها ازاي؟ يعني ازاي اخد 2% من التوتال برايس وانا اصلا ما عنديش التوتال برايس، اللي هو المفروض اصلا التوتال برايس ده هينكلود، ده يبقى جواه البونز. فبتعمل ببساطه ان انت هتجيب السب توتال اللي هو قبل الاخير، بدل ما تضربه في اي حاجه لا هتقسم على 0.98 اللي هو 1 او 100% ناقص 2%، فده هيديك التوتال برايس. من التوتال برايس هتقول والله التوتال برايس ناقص السب توتال اداني كميه البونز قد ايه. فدي مجرد بس طريقه يعني ليه طريقه حساب البونز مختلفه، لان البونز اصلا بتتاخد بالتوتال برايس بتاع البروجكت. بس بكده اجيب التوتال برايس. طب اعمل ايه بعد كده؟ اجيب بقى والله التوتال برايس بتاع الحاجات دي. ان في النهايه انا كده خلاص حملت الـ اسمه ايه ده؟ حملت الجوب اوفر هيد والتاكسس والكلام ده كله على التوتال بتاع المشروع. محتاج بقى اوزع التحميله دي، لو احنا اعتمدنا ان احنا هنوزع يعني بالنسبه والتناسب على حسب حجم الاكتيفيتيز، بقيت الاوفر هيدز دي كلها والمكسب والكلام ده. تمام. نقطه صغيره اتلخبطت فيها، معلش انا غلطت. المارك اب هنا مش الاوفيس اوفر هيد بس، لا الاوفر هو اوفيس اوفر زي ما انا قلت قبل كده، الاوفيس اوفر هيد زائد البروفيت، عشان بس ما حدش يتلخبط. طيب انا جبت التوتال بروجكت برايس، محتاج بقى اجيب، انت في النهايه بتقدم العطاء بتقدم اليونت برايس، يعني في النهايه انا هعمل لك مثلا اصب لك متر مكعب الخرسانه بكذا، فبترجع تاني فبتعمل ايه؟ ممكن تجيب فاكتور، اللي هو ايه الفاكتور؟ اللي هو في النهايه اللي هو البرايس مقسوم على التوتال كوست. ففي النهايه لو قسمت ده على ده، ومحتاج طبعا دقه عاليه في الارقام، ما تقولش مثلا ناخد مثلا فيرست تو ديسمال بوينتس، ان هيفرق معاك في الاسعار بعد كده جامد، حاول تكون دقيقه على قد ما تقدر. بس جبت الفاكتور بضربه بقى، بجيب الفاكتور واضربه في الدايركت كوست، جبت البرايس بتاع الايتم دي، واضربه في الدايركت كوست بتاعت الايتم دي، جبت البرايس بتاعها، وهكذا وهكذا وهكذا، بجيب التوتال بتاع البرايسز. زي ما انت شايف ان في فرق 0.1 كلام فاضي يعني في السعر ده، بسبب ايه؟ ان احنا يعني في النهايه بنضرب في فاكتور، ففي تقريبات بتحصل. خلصت كده خلاص، بجيب اليونت كوست، بجيب نفس الطريقه اللي عملناها، اللي هو بتجيب الكميه التوتال او التوتال برايس اسف، اسمه على الكوانتيتي، ف 29000 مش عارف ايه على 85 يبقى اليونت ب 351 دولار وهكذا. فبكده انت عملت ريكاب شيت، كده انت عملت كل الحسابات اللي توصلك في النهايه للاسعار اللي هتقدر تحطها بعد كده في الدوكيمنت بتاع العطاء بتاعك، اللي هو البيت دوكيمنتس بتاعت اللي هو في النهايه اللي هتقدمه. انا والله انا العطاء بتاعي مثلا هيبقى، انا هعمل الايتم دي اللي هي كميتها دي بالبرايس ده، ده اللي انت هتقدمه في النهايه ليا انا كملت. وهنتكلم على البيت دوكيمنتس بعد كده. بس بكده نكون خلصنا تلك الجزئيه، واللي عنده سؤال يفضل. جزاكم الله خير استاذنا الفاضل. استاذنكم تعالوا صوتكم معلش. جزاكم الله كل خير، اتمنى اي حد عنده سؤال بس يعني بسنت. كان في سؤال لحضرتك، كيف يتم المقارنه بين افضليه الايجار والشراء؟ يعني حد عايز يقارن بين الشراء والايجار. شراء مين وايجار مين؟ في ايه بالظبط؟ معدات يعني؟ الاكيوبمنت. اكيوبمنت. الاكيوبمنت يرجع للمحاضره اللي فاتت، احنا اتكلمنا في الكلام ده كله بالتفصيل قوي. تمام. ممكن. هو شافها اوريدي وعنده سؤال تاني يعني حته مش فاهمها او حته واقفه يعني يقول لي عليها مفيش مشكله. انما كفكره عامه انا شرحناها كلها المره اللي فاتت. تمام مظبوط. في حد عنده اي اسئله يعمل بس راس هاند. بالنسبه للمكاتب الاستشاريه ازاي يقدر يحدد التكلفه؟
المكاتب الاستشارية ما بقاش فيه تكلفة معدات وحاجات زي كده، ممكن نحسبها ازاي؟ والله هو يعني هو لو ما عندوش داتا بيس، ما عندوش مشاريع قديمه الكلام من ده، بيبدا بيعتمد على على مثلا، ممكن يعتمد مثلا على اللي هي الجنرال داتا دي، اتكلمنا عليها في الجزء الاولاني خالص، اللي هو لما كنا بنتكلم مثلا على المعدات، كنا بنقول والله انت عندك سورسز للكورس بتاعتك، يا اما هتجيب مثلا مانيوالز تعتمد عليها، يا اما انت بتجيب عندك، ما عندكش داتا بيس غالبا يعني. لو هنتكلم على السوق المصري، لا انت لو سالت هتعرف يعني، انت في النهايه لو كلمت اي صاحبك في اي شركه ثانيه هتجيب منه رقم، لان في النهايه انت محتاج تكون استمت دقيق الى حد ما. بس لو نرجع تاني، ممكن برضو محضر الاكويبمنت، احنا اتكلمنا على السورسز، السورسز بتاعت الكورس واجيبها منين، بس في النهايه تجيب سورس، ما ينفعش تضرب اي رقم اعتباطي كده. ودي تبقى احد المشاكل الكبيره ما بين الاستشاري والمقاول، يعني بنشوفها كتير، ان هو في النهايه الاستشاري بيبقى عايش في عالم، لو هو مش متابع ومش مركز في السوق يبقى عايش في عالم اخر تماما، وده بيعمل مشاكل كبيره. يعني ان هو في النهايه بيدي سعر غير منطقي، وبيقول وتلاقيه بيتكلم بقلب جامد وبيقول للمالك لا ده السعر الصح، في النهايه المالك بيحس طب المقاول كده بينصب عليا ولا ايه. ف يعني فدي يعني يعني ده دي بتبقى مشكله عند الاستشاري، هو محتاج يحلها. انت محتاج to have your own database، يعني حتى لو انت بتنفذش بايدك محتاج انت تاخد داتا انت، بس انت في النهايه مع الوقت طبعا، يعني انت ما تنفذش بايدك، بس انت في النهايه عندك المقاولين اللي اشتغلت معاهم، محتاج تجمع منهم داتا تفهم منهم. انا مش عاوز اقول لك يعني في ناس بتبيع، يعني في ناس بتشتري الداتا دي، تدفع فلوس للشركات لو سمحت يا جماعه انا محتاج الداتا، وهكذا. تمام. طيب في سؤال، حسابات الكميات التقريبية وازاي لو في فروق عن الكميات بالجداول اللي نتعامل معاها، بمعنى هل نعتمد عليها في تغيير سعر بند عن الفعلي مع معرفتنا انها تزود الكميات مستقبلا اثناء التنفيذ من واقع المخططات؟ هنتكلم عليها ان شاء الله المحاضرة الجاية، ده جزء علاقة بالفاينانس، تغيير الكميات بستعمله ازاي وبتعامل معاه ازاي والكلام ده، هنكمل المحاضرة الجاية ان شاء الله، حتة الكوانتيتي اوفر ران بالذات يعني. تمام. تمام يا دكتور، هو تقريبا كده الأسئلة خلصت، جزاكم الله كل خير، وإن شاء الله في باشمهندس حسن عنده سؤال أول ما المحاضرة تخلص الدكتور ريم. تمام. السلام عليكم دكتور مروان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسن زكريا. أهلا وسهلا. هو طبعا سعادتك سبقت ورديت، انا كنت هرد على الزميل اللي بيقول التعامل مع الكميات، لان دي كان لنا سابقات خبره كبيره فيها، انه احيانا بيحصل اخطاء في تقدير الكميات من بعض الاستشاريين، وهنا المقاول الذكي اللي دارس كويس وزار الموقع ودرس الرسومات كويس يقدر يستغل دي، وفعلا بفضل من ربنا احنا في اكتر من مشروع نجحنا ان احنا نحقق اكسترا بروفيت نتيجة الخطأ اللي حصل عند الاستشاري بعد ما نزلنا السعر وتأكدنا ان احنا هناخد المشروع، وبعد كده عوضنا فرق السعر اللي نزلناه، عملنا تحميل على الكميات اللي احنا متأكدين ان هو حاططها قليلة، والكميات اللي مبالغ فيها حطينا لها سعر قليل. بالظبط كده. انا اسف ان انا سبقت حضرتك، وانت اوفر ران واندر ران، ارد على الزميل ده يعني. اتفضل. بس كده، انا ده كان تعليقي يعني، واحنا بنشكر سعادتك لانه طبعا لا يعني بناخد من سعادتك معلومات قيمه جدا، ويعني الحمد لله الكلام اللي سعادتك بتقوله بيتوافق تماما مع اللي الواحد كان اتعلمه، وده بيطمن الواحد الحمد لله انه كان ماشي صح. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. شكرا يا دكتور، الف شكرا. العفو، تحت امرك. دكتور ابراهيم. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا حاجة ما اعرفش انت تطرقت لها او انها ممكن في مجال بعيد عن المحاضره، احنا دلوقتي بنعمل يعني كونستراكشن كوست، وليس في طبعا حاجه اسمها انجينيرنج كوست داخله جوه البنود عندنا كانجينيرنج وفيز والكلام ده كله، حاجه طبعا تطرقت لها زي ما قلت يعني. طبعا للاسف فتره المحاضرتين اللي فاتوا انا كنت بدخل من نصها نتيجه النت بيفصل ويرجع معايا، فما اعرفش هل قلتها ولا لا. الانجينيرنج كوست واخد بالك اللي انا ممكن اضيفها اثناء التسعير، وزي ما الباشمهندس حسن تفضل مشكور من شويه، طبعا بترجع ان انت بتكون دارس كل الايتيمز وايز،
من لما تزور السايت ولما تشوف المخاطر، لان طبعا بقى في كونفليكت كتير ما بين الاستشاري او المالك. انا كاستشاري برضه مواول في نفس الوقت، ان انت تقدر تحط ايتم يعني فيجر ما بتبقاش مظبوطه بلس اور ماينس، ساعات بتبقى مبالغ فيها وساعات تبقى يعني لا علاقه لها بالطبيعه، يبقى حاطط اكس وتبقى انت حاطط في على الطبيعه مليون اكس. يعني انت يعني تنفذت مثلا حاطط في البي كيو 10 متر، ولما تيجي تنفذ المشروع في الطبيعه ولسه وصل معاك 2000 متر، ما فيش حتى تتحسب عليه، بس انت اوريدي بتعمل حاجه اسمها بادجت في المشروع، وبتعمل كاش فلو عندك، وتبتدي تشوف الكوست اناليسيس من اي تو زد مظبوط، فده بيتعمل حساب. فهل انت حضرتك اشرت للانجينيرنج كوست في الجزئيه ديت ولا ما خدتش بالي منها؟ انا بس مش فاهم قصدك حضرتك قبل الانجينيرنج كوست، انت قصدك في الحته اللي هي بتاعت الاوفر ران، يعني اللي هي فرق الكميات الاخطاء اللي بتحصل يعني. ايوه لا دي ان شاء الله هنشير ليها بالتفصيل المره الجايه، بس هو طالما الناس كلها طلبوها يعني ممكن نقولها بسرعه دلوقتي. يعني زي ما حضرتك قلت ان هي حاجه مثلا هي اللي هو الكميات اللي الاستشاري بيديها لك هي 10 متر، بينما هي واقعيا انت عارف انها هتبقى 2000 متر. فساعتها بيحصل ايه؟ ان احنا اللي بنعمل عليه ان هو بيعمل اللي هو يعني بيعمل بيد ان بالانس، دي كنا هنتكلم عليها المره الجايه. اللي هو بيعمل ايه؟ خلاص انا هغير، خلاص يا سيدي انا بص انا هحول مكسبي كله للحته اللي فيها الكميات البايظه دي. ليه؟ لان انت لما تحول مكسبك كله للحته اللي فيها الكميات البايظه، عطا هتخلي سعر العطا بتاعك قليل قوي. انت في النهايه انت مثلا هي مثلا المتر مثلا انت مثلا هتعمله مثلا المفروض مثلا هتعمله مثلا ب 20 جنيه. انت قلت لا انا هعمله ب 200 بدل 20، انت يعني كسبان يعني مكسب مرعب. بس هي مش هتبان في العطب في حاجه، لان زي ما انت قلت انت في النهايه بيقول لك دي 10 متر. مش هتزود اي حاجه في سعر العطب. فانت عملت ايه؟ انت حولت المكسب بتاعك كله، يعني هو في النهايه نفس التوتال بيد برايس، بس انت حولت المكسب بتاعك كله في الحته دي ونقصت بقيه الحاجات. ففي العطب لما انت هتقدمه هتلاقي التوتال بتاع العطب قليل، بس انت عامل حسابك ان هو كده كده هيحصل تشينج اوردر في النص ان هو هيعوض الكميات البايظه اللي هو عملها دي. بس نعم تمام ساعتك كمل كلامك. فساعتها انت لا، فانت ساعتها هتعمل متر ب 200، يعني طبعا 200 يعني انا بهرج يعني وانا بقول يعني، بس يعني قصدي ايه؟ يعني في ساعتها تخيل بقى المكسب هتكسبه ان انت، فانت ضمنت العطا في نفس الوقت خدت مكسب جبار جدا. بس التريك ده لازم ناخد بالنا منها ان الكلام ده ما ينفعش في اي عقد، يعني لو العقد لامصم لا مش هينفع. لو فيكس برايس لامصم، يعني لو احنا متفقين من الاول ان العقد هو بكذا وخلاص، بس ساعتها الحركه دي مش تنفعك في حاجه. لا انت بالعكس لازم تقول له لا يعني ده في غلطه هنا الكلام من ده، ان ساعتها يعني انت كده كده مش هتعرف تكسب منها. انما الغلطه دي بتكسب منها امتى؟ او يعني الموضوع المشكله الكونفليكت ده بتكسب منه امتى؟ لو انت كده كده بتتحسب على اليونت برايس، سواء بقى فيكسد في او برسنتج او whatever، بس في النهايه ان هو خلاص يعني الوحده نفسها انت بتتحسب بالوحده، فمش فارق معاك انت اللي فرق الكميات، ده كده تتحسب بالوحده. تروح انت معلي في السعر ولما تاخدها هتكسب منها كويس. تمام صح. في جزئيه حضرتك اخر سؤال معلش، في بعض البي كيو بالذات لما بتبقى يعني بناء على التعاقد بتاعها فيكسد وكونتيديت وكده، في بعض البنود موجوده على المخططات وليس لها بند في جدول الكميات، في حين ان انت هتتعامل مع التعاقد على جدول الكميات، ولما تيجي تنافس على الطبيعه بعد كده وتدبس في المشروع هتضطر انك تعمل البند الموجود في المخططات وما تسعرش. تحله ازاي؟ بتتحمل يعني زي ما احنا اتكلمنا في الحته بتاعت الاندايركت كوست، احنا قلنا الاثنين، يا اما بتحملها يعني هي بتبقى نسبه بتدخلها كنسبه في بقيه الحاجات. يعني انت في النهايه انت مثلا انت زي ما قلنا مثلا هي تكلفه انك تعمل الاكتيفيتي ده مثلا مليون جنيه، تمام دايركت كوست 100,000، وانت ما ينفعش تحط الاندايركت كوست يعني ايا كانت بقى هي ايه اللي هو الاكتيفيتي انت قلت حضرتك قلت ان هو ما ينفعش يتحط في عقد ب 100,000. فانا مش هقول ان البتاعه دي الحاجه دي بتتعمل بمليون جنيه، لا هقول انها بتتعمل بمليون و100. فانت بتحملها السعر بتاعك يعني سواء بقى سواء انت عاوز تفردها زي ما احنا قلنا هنا مثلا في ال وزعها على كل البنود المشروع مثلا بحيث تبقى كوست وايز. نعم
يعني اوزعها على جميع بنود المشروع بحيث انها تبقى كوست وايز، يعني لما يجي يعمل كوست اناليسيس ما برضه هو كلاينت لو حضرتك مش هتقدر تحطها، لو حضرتك مش هتقدر تحطها في حاجه، في حاجه معينه في وحديها، ساعتها يا اما بتسيحها خالص على الاكتيفيتيز بتاعتك، ممكن احطها هركبها مثلا على ده، او ممكن يعني ده قرار يعني على حسب انت الفلو بتاعك ماشي ازاي والفلوس ماشيه ازاي. فممكن لا انت بس كنت قرار مثلا انك تحملها مثلا في حاجه في الاول، مع انك يعني مثلا يعني ايه مثلا الحاجه دي مثلا واقف عليك بمليون جنيه، بس هي على 10 شهور، فانت لا ممكن تخلي المليون دي كلها في اول شهر عشان مثلا تحل مشكله في المشاكل الاوفر درافت، ودي هنتكلم عليها المره الجايه ليه يعني. فانت كده يبقى انت جبت 90000 900000 اسف في جيبك انت لسه ما دفعتهمش، فده ساعتها هيعوض لما انت هتيجي بتعمل شغل بعد كده، بان انت ما تدفعش من جيبك. انا بقى معايا 900000 يعني فائض، ان انت لما انت تيجي تشتغل انت بتشتغل من جيبك الاول لحد ما تصرف المستخلص. أكيد. فانت لا فانت كده مثلا لما انت خدت 900000 دول مثلا حطيتهم في جيبك، فانت كده قللت اللي تصرفه من جيبك. انت تصرفه من جيبك ده اللي احنا بنسميها يعني opportunity cost، ان انت في النهايه الفلوس دي ممكن اشغلها في حاجه تانيه، راحت كده راحت عليا بقت قاعده، فساعتها انت اصلا بتزود تكلفه الاوعاب بتاع الفلوس دي في المارك اب، يعني هنوريها قدام، ولا هتقعد تاكل من المكسب بتاعك، او ان انت هتاخد مثلا قرض من البنك وساعتها القرض ده عليه فوائد، فانت برضه فانت لازم تحمل الفوائد دي على التكاليف بتاعتك. يعني فكره ان انا اقول لحضرتك هي لازم تسيحها مثلا او تفردها على الكوست خلاص، لا انت ممكن يعني الحاجات دي بيبقى يعني الجادجمنت بتاعت اللي هو الهيد استيميتور، اللي هو اللي بقى اللي هو ماسك الموضوع الاستيميتنج، مش اللي بيعمل الحسابات الصغيره تحت، لا اللي فوق، لا هو ممكن ياخد قرار يعني شايف ان هو افضل، لا ان انا احطها في حته معينه. اه التيبيكال او يعني الناس دايما بتعمله او اللي بيتقال دايما، انت بتفرض الكوست بتاعته على المشروع، ليه اندايركت كوست، بس تقول لك لا حطها في الحته دي احسن، على حسب طبيعه المشروع بتاعتك، على حسب طريقه الدفع، على حسب طريقه التعاقد والحاجات دي كلها. وفي برضه جزئيه من ضمن الاسئله، زي ما انا شايف احد الاشخاص سال البريوريتي بتاعت المشاريع لما باجي اسعر، يعني في عندي ليفلز في البريوريتي بتاعت المشروع، انا برجع مين المرجعيه بتاعتي؟ هل جدول الكميات؟ هل المخططات؟ هل المواصفات؟ هل الكلام ده كله؟ ففي طبعا دي بترجع للعقد نفسه بتاع المشروع، بتختلف من مشروع للتاني. انا بس يعني بناء على، انا بجاوب عن نفسي على السؤال اللي موجود، وسعادتك تصحح ليا. يعني لا انا بقول لك صراحه مش هكذب عليك، انا مش فاهم السؤال اصلا، لو حضرتك فهمته خلاص. لا، انا بقول لك هنا السؤال اللي الاستاذ بتساله الباشمهندسه، بيقول بالنسبه للاولويات في العطاء، هل جدول الكميات او الرسومات او التوصيف المواصفات؟ يعني لما باجي انا دلوقتي احتكم على شيء، ايه الاولويه اللي انا ايه ابتدي احتكم عليها؟ الليفل اه دي الاولاني حته، دي حته يعني دي حته يبقى ليها علاقه بال، لو يعني لو ما اظنش يعني هي مش تخصصي اللي هو العميق، اللي هو لا، هي ترجع اوف كورس للتعاقد، اللي هو لان بتاع الموضوع عقدي. انا التعاقد، اللي مظبوط هو التعاقد والقانون، اللي هي فكره بالظبط ان هي كده، قانونا ايه وتختار اللي ملزم، هل الملزم جدول الكميات لما تحصل مشكله الملزم جدول الكميات ولا الرسومات، كلام من ده. بالظبط. انا بس بجاوب على الاستاذه او باشمهندسه تمام اللي السؤال يجاوب عليه، بيختلف من مشروع للتاني، والمهندس حسن معانا ويصلح ليا. ان مشروع بيبقى مذكور فيه، يعني المرجع ليا بيبقى المواصفات جدول الكميات المخططات، او العكس، المخططات جدول الكميات المواصفات، يعني بتختلف من مشروع للتاني، وبتبقى مذكوره في الشروط العامه والخاصه بتاعت المشروع، سواء كان تمام مشروع عام او مشروع فيدك، بتبقى مذكوره. فانا بجاوب على الاستاذه، واتمنى المهندس حسن يرجع برضه، واستاذنا وما شاء الله عليه يعني عنده خبره اكبر مننا. تمام يا دكتور. انا خلصت مهندس عمر، انا خلاص. بس انا كنت حابب، انا كنت حابب مهندس حسن يدخل بالمداخله دي. ان شاء الله معانا بس باشمهندس عادل. شكرا يا دكتور، الله يكرمك يا دكتور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. أنا دكتور مروان، مرحبا بيك. أهلا بحضرتك. ولعل المنع يكون خير، الخميس اللي فات افتقدناك. والله يعني الشغل بس كان مضغوط شوية فما قدرتش. آه ربنا يعينك ويقويك ويكون خير دايما يا رب. إن شاء الله. سؤالي حضرتك، معلش إحنا أرهقناك النهاردة وتعبناك معانا. لا تحت أمرك. إحنا كنا بندرس مشروع مع شركة طليانية، وقبل كده برضو كانت مع شركة برضو أجنبية تانية، كانوا بيعملوا الكوست استيميت بطريقة مختلفة شوية، ما كانش بيعمل ايتمايز، يعني ما كانش بيعمل مقايسة
يحط سعر لكل بند ويضرب الايه الكميه في السعر ويطلع قيمه المشروع. لا، عمل حاجه اسمها التوب شيت. التوب شيت ده عمل فيه ايه؟ التوتال كوست على على مدار المشروع بالكامل. قال لك المشروع ده مدته مثلا 12 شهر، انا هجيب فيه اتنين معده. كنا بندرس مشروع ده مول يعني، قال هجيب مكانتين ديافرام، هجيب اللي هي كفي المشروع، الكفي الكميات دي في المده دي. المكانتين ديافرام اربعه لودر مثلا، مكانتين حقن، 50 عامل، اتنين مهندس، حسب كل الايه التوتال كوست على مدار المشروع. وبيطلع اجمالي الدايركت كوست على المشروع، مش لكل بند على حده يعني. وبعدين شاف المارك اب والبروفيت ضمهم، وقال لك اذا المشروع ده كله هيبقى قيمته كذا مليون. فبيعمل حاجه اسمها التوب شيت اللي هو اجمالي المصروفات على مدار المشروع. ما عملهاش يعني ايه ايتم ايتم، يعني ما قالكش بالمتر مكعب او بالمتر مسطح خرسانات ديافرام وول بالمتر بكذا ودرس سعر اليونت ريت، لا. فحته التوب شيت ديت هل لها مرجعيه في نظام الاستيميت كوست؟ ده السؤال الاولاني. وعشان بس ما اقطعش حضرتك، السؤال الثاني في البريك داون، البريك ايفن، البريك ايفن كيرف. في ناس بيقولوا ان البريك ايفن كيرف ده اللينير، ده بينطبق على المصانع اللي هي الاوبريشنال، المصانع اللي بتنتج ايه وحدات انتاجيه موحده، يعني واحد مصنع بينتج ازايز كذا او بينتج علب كذا، او فده بينطبق على مصانع بس ما ينطبقش على قطاع المقاولات. فما راي حضرتك في كده؟ اللي هو قصد حضرتك اللي هو البريك ايفن اللي هو اللينير بس يعني، ولا قصدهم على اللي هو ولا هم بيقولوا البريك ايفن اللي هو الطريقه كلها يعني. الطريقه كلها، ان انا خط بيقطع خط في نقطه، بيبقى ديت بينطبق على المبيعات، ان انا مصنع بينتج يعني يونيفورم برودكت، لكن في المقاولات بيبقى صعب يطبقوا وجهه نظرهم يعني بعض الاشخاص من زمايلنا القدام يعني. طيب هل قطاع المقاولات له كيرف اخر ولا هو ده بيطبق على كله؟ تمام. طيب بالنسبه للسؤال الاولاني بتاع حضرتك، التوب شيت، انا اول مره اسمع عنها، بس هي منطقيه ان هو انا هقوله دلوقتي يا جماعه، ده اجتهاد شخصي، ده مش حاجه يعني مش سوليد ساينس. هي منطقيه ان هو بيتكلم، انت بتتكلم على الافلام وول، فانت بتتكلم على لينير بروجكت، ده هو في النهايه هو نفس اكتيفيتي من اول المشروع لاخره، ان هي في النهايه اليوم نفس الحاجه بتحصل بالظبط. مش عارف حفار بيحفر، مكنه بتحط الدايفرام، مش عارف ايه بيرتب يعني، مفيش اختلاف من دي زيرو لحد نهايه المشروع سنه مثلا، هي نفس الحاجه بتحصل هي كل يوم زي ما هي. فعلا ده اللي كان بيحصل، لان هو بالظبط. فانا قصدي تكون طبيعه اللينير بروجكتس نفسها يعني، هو كطبيعه فهو في النهايه نفس الاكتيفيتي بيحصل كل يوم، فهي خلاص هي نفس البتاع بتقسم عليه كل يوم. فهو بدل ما يحسب كل واحده لوحدها، قال لك هي في النهايه هي اربع خمس اكتيفيتي يعني، في النهايه مش مئات الاكتيفيتيز بالنسبه له، هي اربعه وعنده اسعارهم، فقال لك هي بكذا خلاص يعني في النهايه حاسس ان هي فكره يعني قد تكون يعني هي طبعا اساسا في ظني المتواضع ان هي بسبب طبيعه البوش ده لينير، هي في النهايه نفس الحاجه بتحصل على طول، مش يعني ما فيش حتى الاس كيرف يعني، لو هو يعني هيمشي بالشكل ده، الاس كيرف بتاعه هيبقى عباره عن خط مش اس، اللي هو الكيرف الكوست نفسه هيبقى خط مش هيبقى كيرف. ودي هنتكلم عليها المره الجايه. فهي عشان لينير، فده اظن يعني ممكن يكون جرأ هو. بس السؤال بالنسبه لي اللي هو الحته اللي هي بتاعت الفاينانس بتاع الايكويبمنت بس، هيعملها ازاي؟ الا لو يعني هو في النهايه هياخد مثلا قرض ما، او مثلا هو مثلا يعني محملها بشكل ما، ان هو في النهايه مقسم الانترست بتاعها مثلا على كل شهر عادي، او كل وات ايفر الفتره بتاعته كل بيريد، وهيحملها على كل مستخلص، محملها على كل اكتيفيتي عادي. هي الماكينه كان عندنا احنا ماكينتين وهو عنده ماكينتين، فكنا احنا الاثنين هنشترك وناخد البروجكت، وهو حاطط قيمه ايجاريه للمكنه يعني يوميا. هو لا، هو كلامه يعني مش منطقي يعني، ما اقدرش ارفضه. طب هو السؤال اللي حضرتك، الفرق في الاسعار بتاعكم كان شكله ايه؟ فرق بيننا وبينه؟ لا، ده احنا كنا جوين فينشر، احنا الاثنين طرف واحد. بس في النهايه حضرتك برضه
مش انت حسبت تكلفة المعدات بتاعت اللي هو المكانتين بتوعك ازاي ودخلتها ازاي؟ انا المكانتين بتوعتي بتوعي والمكانتين بتوع حسبناهم بقيمة إيجارية يومية، حسبنا قيمة المكنة وقيمة قطع الغيار والرننج كوست عليها، وقلنا التوتال كوست بتاع المكنة بيساوي كده، قسمناها على عدد سنوات معين وعدد أيام معين، وطلع القيمة في اليوم للمكنة ديت إهلاكها أو إيجارها كذا. تمام. انا قصدي في النهايه يعني الارقام نفسها كانت مختلفه متماثله، يعني الاختلاف بينكم كان شكله ايه؟ يعني الاختلاف بيني وبينه كان في فرق العملة بس، لكن الكونسبت كان واحد بصراحة. يعني هو انا بس صراحه كان يعني بيقول الكلام منطقي ان هي لو هي حاجه لينير بالشكل ده، وفي نفس الوقت هو من داي زيرو لحد اخر الحاجه بتحصل كل يوم هي فمنطقي، يعني مش محتاج ان هو يعني يقعد يحسب. يعني هو عمل نفس الحاجه، هو الفرق كله يعني ان هو عمل طريقه مختلفه عن حضرتك. هو انت قلت في النهايه الفاينانس بتاع كذا المعده، هو قال لك لا، هو في النهايه اعتبرها هي المعده كلها واقف عليها بكذا، طب اقسم يا ابني اقسم كله على السنه بتاعتي، الكلام من ده. هو كانه تمام. الكوس بس يعني. الجزئية بقى بتاعت البريك ايفن كيرف، والله هو بص يعني هو الطرح بتاع البريك ايفن دي هي معموله اصلا عشان المصانع، هي اصلا هي زي ما قلت، زي ما انا كنت بتكلم عليها، هي اصلا جايه من الاندستريال انجينيرنج اللي هي البروسيس، بتحسب بقى البروسيس والكلام ده والبروسيس. المبيعات نعم يعني الحاجة اللي هو عدد الوحدات اللي هي بتنتج. ايوه، فهي اصلها، هي اصلها اه اصلها انا متفق معاهم في الكلام ده 100%، هي اصلها اصلا من المصانع والكلام ده، ومتفق معاهم برضو ان البيهيفير بتاع الكوست والريفينيو اللينير، يعني ان هم يكون الكوست بتاعتي خط، واسف الكوست بتاعتي خط والريفينيو بتوعي خط، ده اقرب للمصانع مش للشغل بتاعنا. بس في تمام. نفس ما هي في النهايه ممكن، يعني هو في النهايه في البريك ايفن بوينت ما بقول لك لا، هي ممكن تكون يعني نون لينير، يعني زي مثلا في الحاله دي مثلا ان هي تبقى نون لينير. وهو الفرق ايه؟ يعني انت هو في المصانع بيقول لك عدد الوحدات التي انتجت، بينما احنا في الكونستراكشن بنقول كميه الفلوس او كميه الشغل اللي احنا عملناه ممثله في الفلوس، بنقول دولارز بيلد او جنيه مصري بيلد، اللي هو في النهايه احنا الفواتير اللي احنا قدمناها بكام، الفلوس اللي هي في النهايه الفلوس بتاعتي بكام. ففي النهايه هي منطقيا، فانت كانك استبدلت اليونت بتاعتك من انا بنتج مثلا، لو انت مثلا مصنع كاوتشات مثلا، كاوتش يونت اللي هي كاوتش، انت بتقول كذا الدولار بيل مثلا 100000 200000 300000 وهكذا، يعني دي اليونت بتاعتك انت في المقاولات، انت ما عندكش يونت ثابته. وحتى البيهيفير انا متفق معاهم فيها، ان هي ما ينفعش تقول لي ان البيهيفير سواء بتاع الريفينيو بتاعك او التوتال كوست بتاعك لينير في الكونستراكشن، لا احنا ككونستراكشن الموضوع ما احنا مالناش علاقه باللينير، احنا لا هي بتبقى علاقه لينير لكن بس. انا ما فهمتش منها يعني دراسه ترند. هل انا تناسب فهمت طبيعه يا الكونستراكشن دكتور ولا لا؟ والله مروان، في ناس بتقول انها تناسب، وعشان كده احنا شرحناها. لو هم شايفين انها لا تناسب وعندهم طريقه احسن، يعني ممكن حضرتك المره الجايه تقول لنا عليها ونستفيد من حضرتك فيها يعني. بس هي لا، يعني في ناس بتستعمل البريك ايفن، في ناس بتستعمل البريك ايفن طبعا. هو يمكن اللي هو عن لانير دي الكيرف هي اقرب لا، ما هي للكونستراكشن. يعني دي انا لما شرحت في الاول لينير، بعد كده قلت ان النون لينير ده الاقرب لينير، ان هي في النهايه يعني، بس انا شرحت لينير الاول، ده اصلها في النهايه عشان الناس تفهمها بشكل بسيط واسهل. ممكن بس في الشريحة دي بالذات انا ما فهمتش الرينج ده جه من ايه، يعني هما نقطتين حضرتك عملت نقطتين اللي تمام، هو هو زي ما انت حضرتك شفت الخط، يعني هي علاقه غير خطيه، فالكيرفين بيتلاقوا في نقطتين في الشريحة اللي قبل دي اللي هي اللينير. لينير. ايوه دي ايوه دي. هي نقطه واحده حضرتك، سيبك من الخط الازرق ده. الخط الازرق ده هو كان بيتكلم، والكيس اللي انا قلتها اللي هي الكيس الثانيه، ان انت لو عرفت تعصر او تقلل الكوست بتاعتك شويه، فانت قللت الفاريبل كوست. لما انت قللت الفاريبل كوست الميل بتاع الخط قل. بس لا يعني انت لو حضرتك بنتكلم على فهم الفكره نفسها، لا انسى الخط الازرق ده، هو بس الخط الاسود. لو ايوه بيتكلم نقطة واحدة بس من فوق. بالظبط، هو بيقول لك هنا لو انت يعني، انا بقول لك لو انت بالكوست العاديه هنا، لو عصرت الفاريبل كوست شويه قللتها، فبقى ايه؟ فالبريك ايفن بوينت بتاعتك اتحركت من هنا لهنا، قلت شويه. انما دول تو ديفرنت كيسز. تمام. جزاكم الله خيرا يا باشمهندس. شكرا يا فندم، الله يكرمك. اتمنى بس عشان احنا طولنا بس على الباشمهندس مروان، الاسئله بس تكون مباشره. لا مفيش مشكله، انا معاكم براحتكم خالص. ماشي، اتفضل دكتور محمد شعبان. دكتور محمد شعبان.
طيب باشمهندس سامي، لو عندك حضرتك اي مداخله. ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سؤال بس للدكتور، بس في زميل سأل من مداخله قبل كده، كان بيتكلم لو في بند موجود في الرسومات مش موجود في جداول الكميات. الدكتور حضرتك دكتور رديت عليه بتقول له ان احنا بنشوف تكلفته ونسيحه على دايركت كوست في بدايه الدراسه، مش هل ده اثناء التنفيذ وبعد ما العطاء يرسى علينا يعتبر بند مستحدث وبيتم التكلفه بيه سواء عن طريق فاريشن اوردر، وبالتالي ساعتها بنعمل كوست بريك داون خاص تاني له، ولا بكون مجبر ان انا انفذه بنفس اسعار جداول الكميات عندي رغم ان هو بند مش موجود؟ على حسب الكيس بتاعك يعني، في النهايه الاجابه المختصره على حسب العقد بتاعك وعلى حسب القانون بتاعك، يعني مين في النهايه الملزم قانونا. يعني حته برضه حته اللي هي يعني انت بتدرس كونتراكت مانجمنت، محتاج تفهم يعني القانون نفسه. يعني في النهايه لو احنا اختلفنا فين المرجع؟ هل اللي في النهايه الملزم ليا وليك الرسومات الاستشاري بتاعنا يعني على سبيل المثال عطاه يا ولا دكتور، الجدول الكميات؟ على سبيل المثال يا دكتور، مثلا في معظم عقود الاشغال العامه مثلا في السعوديه بيكون الاولويات في العقود بيكون اول حاجه المواصفات العامه والخاصه، الشروط الخاصه، جداول الكميات، الرسومات. وبالتالي مثلا اذا بند وجد في الرسومات يعني ايتم مثلا موجوده توريد ايتم سواء اي شيء جديد في الرسومات مش موجود له بند في جداول الكميات، على سبيل المثال مثلا مبنى في غرفتين مثلا معمول فيهم وليكن ريز فلور مثلا، تمام، مفيش اي بند ريز فلور خاص في جداول الكميات، فانا بالتالي لما اجي انفذ على الطبيعه مش المفترض ساعتها لما يتم تكليفي بالبند ده بند مستحدث وفاريشن اوردر مختلف، ولا وانا بدرس اخد في اعتبار ان انا هعمل ريز فلور واحمله على اي تايلز عندي او اي حاجه وهكذا؟ والله انا ما اعرفش الصراحه سيستم السعوديه شغال ازاي يعني، بس لو في النهايه وانت قلت يعني انت العقد نفسه بيقول والله لو في بند مستحدث بنرجع مثلا المرجع بالنسبه لنا الرسومات، ولا حسب القانون نفسه بيقول ايه لو حصل كونفليكت انت ما ينفعش مثلا تحط بند في العقد بيختلف مع القانون. ايوه يعني اقصد بس الحل اللي حضرتك ذكرتها مع الزميل ان هي تبقى متغيره حسب العقد، يعني ما هياش ستاندرد مثلا كيس مثلا شغاله في اي بالظبط. في اي حاجه. فلو اتكلمنا على الحته اللي هي بتاعت اللي هي متغيره في العقد، انت في النهايه انت عارف ان في النهايه الديزاين هو اللي هي اوفر رايد، الديزاين هو اللي هيكسب. تمام. اوفر غلط خلاص انا اعمل له ايه؟ ففي تمام. النهايه خلاص مثلا والله الكميات دي غلط، قال لك لا ماشي خلاص، بس انا عارف ان الكميه دي هيحصل، مش شرط الاوفر ران يحصل بسبب ان الكميات مش مظبوط، ممكن كل اسباب تانيه، بس هي في النهايه يعني بسم الله الرحيم انا عارف ان دي بيحصل فيها اوفر ران، ففي النهايه خلاص لا مش بتاخد ديسيشن ده غير لو انت عارف انت هيتم تعويضك. عشان كده لو قلت مثلا لو انت اصلا عقدك في الاساس لام سام فيكس كوست، فانت مش هتشوف يعني مش هتستفيد حاجه من الموضوع ده. بالظبط انا بتكلم على عدل الميجر، لكن خلاص يا دكتور واضح واضح عشان ما اطولش حضرتك. شكرا يا دكتور. شكرا. لا باشمهندس محمود، دكتور محمد، طيب باشمهندس حسن، باشمهندس حسن ايوه معاك. اتفضل. الو باشمهندس، اتفضل. باشمهندس حسن في مشكلة في الصوت. طب دكتور محمد، باشمهندس محمود، اتفضل باشمهندس محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. لو سمحت سؤال، انا دلوقتي داخل منافسه مع جهه حكوميه، المنافسه فيها بند من البنود نوع معين من اللوحات عرضه 500 حبه، فجه بعد كده في وسط العقد الجهه الحكوميه لقت ان في نوع ثاني من اللوحات مش هيتسلم، فهتزود ال 500 حبه دولت لكميه ما وليكن 500 حبه تانيين، فهل من حقي في الوقت زي كده ان انا ال 500 حبه التانيين دول مع انهم نفس البند ونفس كل حاجه، هل ينفع اغير السعر بتاعهم ولا لازم نفس السعر الاولاني؟ على حد علمي حسب العقد، يعني هو في النهايه في بند في العقد وفي القانون نفسه بيتكلم، انت بتتكلم على اللي هو التشينج اوردر، يعني لو في العقد لازم يكون فيه البند ده اللي هو في النهايه لما بيحصل تشينج اوردر، فالتشينج اوردر ده مثلا ناتج عن الكميات، والله لو كميات احنا متفقين على ايه؟ لا خلاص ده كانه عقد منفصل بسعر منفصل تماما، ولا انت مجرد هديك هعوضك بنفس السعر بتاع الايتمز الزياده اللي انت عملتها،
فعلى حسب ده يعني ده خلاص ده ممكن يعني ده بيخرج لو في خطأ وانتوا الاثنين متفقين عليه فده هيخرجك من حته اللام صام ماشي، بس في النهايه الشكل بقى التشينج اوردر ايه ده على حسب العقد حسب علمي. طب هل في حاجه في الفيديو مثلا بتتكلم عن حاجه زي كده ولا ما فيش؟ لان العقد مش مذكور فيه حاجه زي كده. نعم العقد مش مذكور فيه حاجه زي كده، او يعني ترتيب الموضوع يتم ازاي، فهل في حاجه في الفيديو بتتكلم عن حاجه زي كده ولا؟ انا صراحه ما اعرفش، بس اظنك محتاج ترجع يعني ان ساعتها بس بقى خلاف قانوني محتاجين الموضوع قانوني ايه، او لو انت هتحلوها ودي مع بعض، بس انا ما اعرفش. اها طيب نعم شكرا جميل جدا يا فندم. دكتور محمد شعبان، باشمهندس حسن اتفضل. ان شاء الله اخر مداخله بتاعتك. باشمهندس حسن اتفضل. محمد اتفضل. هو بالنسبه للجزئيه بتاعت معلش الصوت بس يا باشمهندس حسن معلش الصوت معلش الصوت. طيب كده واضح ولا مش واضح؟ تمام اتفضل. طيب بالنسبه للجزئيه بتاعت الدوكيومنتس، اذا كان العقد زي ما قال الدكتور مروان هو السعر لمسم، فانا ملزم بكل الدوكيومنتس مع بعض. المشكلة بتحصل لما بيكون العقد ميجرد ويحصل اختلاف بين الرسومات عن جدول الكميات، هنا بيتحط بيتقال الأولوية ويحط ترتيب أولويات العقد، وعادة بيبقى الشروط الخاصة أولا ثم الشروط العامة ثم في بيحطوا جدول الكميات وفي بيحط الرسومات. الحتة اللي بنقول حتة إذا كان في حاجة في الرسومات، عادة ما بيبقاش المشكلة في وجود بند كامل مش موجود في الجدول الكميات وموجود في الرسومات، في اللي مثلا زي شغل الصرف الصحي والحاجات دي اللي هي بنسميها البند، يعني مثلا منهول، المنهول ده فيه تفاصيل كلها متجمعة وبتدي في الآخر سعر المنهول باليونت آيتم، ممكن تلاقي في الرسومات تفصيلة مش موجودة في المواصفة، هنا بقى يقول لك أنت ملزم تنفذها وأنا كمقاول خبير لازم أحط سعرها وسيحها لأن دي من أصول الصناعة. هي دي بس كان تعليقي يعني. جزاكم الله كل خير يا باشمهندس، ألف شكر لحضرتك. تمام أنا هو باشمهندس حسن يعني أظن يعني جاوب على جزء كبير من الناس كانت بتسأله، هو أدرى مني بالحتة دي. دكتور محمد شعبان. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. شكرا على المحاضره القيمه. حقيقه انا عندي بس سؤال لحضرتك، المقدار الريسك يكون بالاستيميت ايش يعني؟ لا ماشي انا اسف قول تاني معلش انا اسف. لما بنعمل يعني كوست اناليزس او استيميشن الريسك ياخد قد ايه يعني كنسبه مئويه؟ لا ما فيش على حد علمي ما فيش رقم يعني فيكسد يعني. يعني مثلا 1% 2% يعني في ناس ليه لو هتربطه مثلا بموضوع مثلا البونز مثلا والكلام ده مثلا الكونتينجنسي والحته دي اسف مش علاقه بالبونز قوي يعني، بس لو هتربطه في الحته دي مثلا هيبقى مثلا انا بتتكلم مثلا في رينج مثلا 1% 2% ان هو وكمان بيعتمد على حضرتك هتنوي تغطيه ازاي. يعني هل حضرتك ناوي تغطيه بان انت هتاخد المغامره فبتقول والله مثلا الحاجه دي مثلا تكلف اللي هي مثلا حته بتاعت الاكسبكتد فاليو اللي هي مثلا الحاجه دي مثلا لو المشكله دي حصلت هتكلفني مليون واحتماليه حصولها 10%، فمعنى كده ان احمل 100,000 على المشروع ده، بس لو هي هتحصل كل 10 مشاريع مره يبقى انا جبت 100,000 من هنا و100,000 من هنا و100,000 من هنا بقت عوضت المليون بتاعتي. ولا انت لا انت مثلا هتعوضها مثلا انت مثلا انت عارف مثلا الريسك دي ممكن تحصل فانت هتامن ضدها لو في تامين ليها مثلا، فانت امنت خلاص فانت ساعتها الكوست بتاعتك هي هتبقى نسبه التامين قد ايه فلوسه قد ايه وهكذا. انما كرقم في كذا رقم ثابت غالبا في على حق اظنها يعني يعني هي مش يعني اوت اوف ماي اكسبرتيز بس اظنها تبقى يعني بتبقى رقم يعني ثابت في او في رينج موجود في الشركات يعني، بس ما اظنش ان يبقى رقم عملاق يعني مش هوصل مثلا 10% مثلا، الا لو في طبيعه مشروع معينه يعني لا المفروض مثلا 2% 1% الكلام من دي من توتال كوست يعني.
تمام، جزاكم الله كل خير يا دكتور. ممكن اكون غلطان في دي يعني، كان اوت اوف ماي فيلد اكسبيرتيز. اضافه لو سمحت، في حاجه المحاكم الكنديه والامريكيه تحديدا ما يخص الاوفر هيد او الهوم اوفيس اوفر هيد، استخدموا الصيغه هي الاي بي او اتش لاين. هاي الصيغه اللي مستخدمه بالمحاكم عشان التعويض عن التعطل المقاول بسبب الاونر او المالك. الحته دي ما ذكرتهاش حضرتك يعني. الحته دي هذكرها ان شاء الله في المحاضره الجايه، اللي هي لو حصل ان في ديلي يعني، دي حاجه مالها علاقه بالكوست، دي علاقه بالبيمنتس نفسها، مش اسم مالهاش علاقه بالبرايس. انت خلاص انت حطيت السعر بتاعك كام اول، احنا على كده بنتكلم لو حصل ان البيمنت نفسها من لو انا فهمت كلام حضرتك صح يعني، الصوت واطي شويه، لو البيمنت نفسها اللي جايه من الملك اتاخرت، طب انا كام مطلوب مني؟ انا فاهم كده حضرتك صح؟ صح صح. فهل بنود العقد ولا حسب فيه كمان قانون يعني، قانون لو مثلا في امريكا بحسب الولايه الكلام من ده، انت هل مثلا امتى اوقف اقول لا خلاص انا مش هشتغل، وانا والجزء الثاني اللي هو بتاع الفلوس، طب انا الفلوس دي هترجع انت مثلا كمالك، مثلا انا خلص بمليون وانت المفروض تدفعوا لي ما دفعتهوليش، حصل لك تعصب، ف هل ساعتها المفروض ان انا مثلا هخليك هدفعك انترست ريت، يعني تقول لك خلاص انت ساعتها هتدفعوا انترست ريت كل شهر بانترست ريت، مثلا في انترست بيبقى موجود قانونا من الولايه نفسها او من الدوله نفسها تقول لك الانترست بيبقى كذا ثابت، او على حسب العقد اللي ما بينكم. لو انت اتاخرت على المفروض البنود دي كلها تكون متغطيه في العقد، اللي هو لو انت اتاخرت على في الدفع مثلا كذا هتدفع لي متاخر بنسبه كذا. وفي مثلا يعني يعني حاجه ان ايثيكال يعني، بس ساعات في اللي هي في اللي هي بيسموها يعني لوب هول، اللي هو طب خلاص انا كم اول انا كمالك مثلا ممكن اهرج مثلا واقول والله لا ده في مشكله في المؤسس ده، في مشكله ساعتها هل ليجالي بقى ساعتها لا لو طب فالتاخير مش من عندي كده، خليت التاخير من عندي كم اول بالتاكيد، لا التاخير هيكون من الاونر او المالك. تمام، بحاول اموت في الوقت يعني، انا كمالك ساعتها بحاول اموت في الوقت بحس اشيلك انت المسؤوليه كام اول، يعني في النهايه هي ريسك، ان هي مين بيشيل الريسك على حسب زي ما احنا قلنا في الاول يعني، في مش في السلايد دي، في السلايد الثانيه اللي هو على حسب شكل العقد ونوع العقد والكلام ده، هي ريسك الشيء. بس في النهايه لو قصدي حضرتك على التاخير، لا بقى في انترست المفروض المقاول بيتشارج الملك عليه لو في تاخير والملك هو السبب فيه. اوكي، شكرا شكرا، ثانك يو، جزاكم الله كل خير دكتور، والف شكر لحضرتك. حياك وان شاء الله المحاضره الجايه يوم الخميس ان شاء الله باذن الله. الف شكر لحضرتك دكتور، ما فيش لغي ان شاء الله. لا لا ان شاء الله، بسم الله، رب الله يعينك.